اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من زملكاوي عبر قناه نادي الزمالك. مفيش شك طبعا، اولا ضيوف النهارده ان شاء الله معايا نجم مصر ومنتخب مصر السابق ونادي حرس الحدود وانديه كثيره جدا، كابتن احمد عبد الغني. ايضا معايا اتنين من المحللين الرياضيين اللي ليهم نشاط كبير جدا على السوشيال ميديا، معايا الكابتن احمد عباس وايضا الكابتن اسلام علوي. ان شاء الله تستمتعوا بهذه الحلقه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بكره في مباراه مهمه لنادي الزمالك ومهمه جدا لنادي الزمالك مع بيترو اتلتيكو. واحد هيقول لي يا كابتن طارق مهمه ايه ده، الزمالك خرج. ماشي يا سيدي، احنا ما انا عارف ان الزمالك خرج من دوري الابطال، ولكن هي مباراه مهمه ليه؟ اولا هي مباراه الاولى لفيريرا، انا بعتبرش الوداد مباراه، هو الراجل جه قبلها، المباراه الاولى اللي هيقدر يطبق فيها فكره، اللي احنا هنشوف شكل جديد باذن الله لنادي الزمالك، عشان كده هي مهمه. هو ممكن بكره يشتغل ب 4-3-3 او يثبت على 4-2-3-1، بس انا اتوقع ان هو من الممكن جدا ان هو يغير طريقه لعبه بكره، لانه هيبدا من بكره شكل جديد، بدايه جديده، فكر جديد للمدير الفني فيريرا ومساعديه، وبالتالي تاتي اهميه هذه المباراه من هذا المنطلق. نفسي نتفرج على تيم كوره اللي احنا شفناه في 2014 2015 يا فيريرا. ليه؟ لان طريقه اللعب اللي كان بيلعب بيها مستر فيريرا في الوقت ده كانت تناسب قدرات اللعيبه اللي موجوده. هو دلوقتي بقاله يعني كان قبل الوداد باربع ايام او ثلاث ايام كانت الامور قصيره، دلوقتي قعد فتره اطول شويه، صحيح مش كافيه ان هو يقف على كل كبيره وصغيره، لكنه هو عجبني في تصريحاته، عجبني في دماغه، عجبني فيه ان هو واثق جدا 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 من قدرات لعيبته، وده اللي قاله في المؤتمر الصحفي وهنقول لحضراتكم كل حاجه دلوقتي. ولكن الاهم من كل ده ان هو عنده طموح وعنده رؤيه لتيم الزمالك، لانه بيتكلم دايما على اللعيبه بطريقه ايجابيه بشكل كبير جدا، ودي حاجه من الممكن ومن الطبيعي انها تدي ثقه للعيبه وترجع ثقتهم في نفسهم مره اخرى. عشان كده المباراه دي مهمه جدا 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 للحاجات اللي انا قلتها، وايضا لانها مباراه تحصيل حاصل، فنادي الزمالك هيلعب من اجل الفوز. فاهميني؟ بمعنى ايه؟ ان النهارده فاكرين بقى القصه بتاعت الانديه اللي بتتفق مع بعض والكلام ده، لا، الزمالك ما عندوش الكلام ده، وده الكلام اللي اكد عليه مستر فيرير النهارده. المباراه مهمه، واي مباراه حتى لو كانت وديه طالما تيشيرت الزمالك والشعار ده على التيشيرت لابد ان تكون مباراه رسميه ومباراه في منتهى الجديه. ده اللي انا اتربيت عليه في نادي الزمالك واللي انا عارفه، حتى لما كنت بلعب مباريات وديه يا جماعه كنا بنشد حيلنا جامد قوي، وكنا الحقيقه يعني مش عايز اقول لكم كنا بنشتغل بشكل كبير جدا 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 يعني الحقيقه. يعني ليه؟ لان نادي الزمالك اسمه كبير ولاعيبته اساميها كبيره، وبالتالي ما تبقاش الامور فيها نوع من انواع التهاون او التراخي. جالك مدير فني قوي، شخصيه قويه، ومدير فني هيعدل من اوضاع كثيره جدا جدا جدا، واعتقد ان ممكن من بكره تلاقي فيه اوضاع كثيره جدا اتعدلت في تيم نادي الزمالك باذن الله ان شاء الله. رسالتي للعيبه، ساعدوا الراجل، ساعدوا الراجل، بمعنى ان يبقى في جديه في الاداء بكره، ان احنا نشوف شكل مختلف للعيبه، نشوف فورمه مختلفه للعيبه، نشوف اصرار، نشوف عزيمه، نشوف حماس في الملعب. ده اللي عايز جمهور الزمالك. انتوا عارفين يا جماعه جمهور الزمالك احلى حاجه فيه ان هو مش بيطالبك بالمكسب على طول، ولكن لما بيحس ان هناك تراخي بيزعل، هو عايز يتفرج على كرة حلوة. وأنا قلت لكم امبارح إن جمهور الزمالك مش جماهير عايزة بطولة وبس، لأ، عايزة جمال في الأداء، عايزة استمتع بلاعبتها، فده
يعني ده مطلب جماهيري، ودي عادة جمهور الزمالك. فعشان كده انا بقول لكم يا جماعه، اللعيبه لازم تساعد نفسها، تساعد الراجل، وتدي صوره طيبه او تعكس صوره طيبه لجماهيرها ومجلس ادارتها اللي ما بخلش وما بيبخلش باي مجهود ولا اي يعني حاجات من شانها انها تريح اللعيبه. يكفي ان هو برضه مباراه تحصيل حاصل ومطلعين طياره خاصه، مجلس اداره برئاسه المستشار مطر منصور، حاجه حلوه يعني، حاجه. انا اهو انا بقدم السبت، هاتوا بقى انتوا يعني، انا بقدم السبت. ما ممكن جدا. وهقول لكم على حاجه، السوشيال ميديا الزمالكاويه، بعض الصفحات، ومعانا النهارده اسلام علوي واحمد عباس، هنناقش الكلام ده كله. بعض الصفحات الزمالكاويه اللي زعلانه قالت، كانت بتقترح على المجلس، يعني طبعا ما حدش يعني، ولكن هم من دافع حبهم للنادي، لا سفرهم في طياره عاديه. اه والله انا قريت حاجات زي كده على السوشيال ميديا، ولكن مجلس اداره يعني عنده مسؤوليه وعنده مسؤوليات وبيأديها بشكل جيد، وبالتالي طلع الطياره الخاصه للعيبه علشان تسافر وترجع، لان عندك دوري وعندك مباراه تانية مع سجرادة هنا، وفرصه ان احنا كلعيبه المباراتين دول نفوق بعض فيهم، فوقوا بعضيكوا، العبوا كره حلوه بدون ضغوط بقى، بدون شد عصبي، متعوا جماهيركم، فرحوهم، حتى لو المكسب ده مش هيقدم ولا اخر، ولكن المكسب في حد ذاته والاداء ده بيرضي ويشبع جماهير الزمالك او رغبه جماهير الزمالك. فاتمنى لكم التوفيق بكره ان شاء الله، وتعبروا عن نفسكم وتردوا الجميل لجماهير الزمالك اللي واقفه في ظهركم وبتساندكم بشكل كبير، مجلس ادارتكم بيساندكم بشكل كبير، كل الناس بتساندكم، احنا بنساندكم. انتوا لعيبه كويسه ولعيبه مميزه ولعيبه حققتوا بطولات قبل كده من 2014 و15 من ساعه ما انشئ هذا التيم، الحقيقه يعني عامل شغل كويس، ولكن الدروب اللي حصل في الفتره الاخيره نتمنى ان احنا نفوق منه، نتمنى ان نخرج منه بشكل ان شاء الله سريع، ده مهم جدا. ودي قيمه وعظمه اللي بيرتدي تيشيرت الزمالك، ان انت لما بتقع بتقوم بسرعه، ما بتاخدش وقت. ليه؟ انت جاي يعني مستعد للضغوط. لعيب الزمالك ده بيبقى مستعد ان هو يتعرض لضغوط، بيبقى عنده زي استعداد داخلي للضغوط دي، وده اللي احنا بنقوله. امال امال الملايين اللي بتاخدها دي ليه؟ الفانيله الزمالك دي بتلبسها ازاي؟ لانك انت لابد ان تكون على اتم استعداد لتحمل الضغوط، والضغوط دي في انديه زي الزمالك. فاتمنى ان اللعيبه تشد حيلها بكره وتقدم لنا تابلو حلو بكره، نتيجه طيبه على الاقل تعويضا للي حصل قبل كده، ومستر فريرا يحاول ان هو يعدل مسار الفريق بشكل جيد، ودي اهم حاجه في ماتش بكره. عشان كده بقول لكم هي مباراه مهمه، مش علشان صعود ولا هبوط ولا الكلام ده، لا هي علشان زي ما قلت لكم انها مباراه يعني الراجل هيبدا يطبق فكره فيها بشكل كبير، واتمنى ان شاء الله ان احنا نسعد بكره باداء ونتيجه ان شاء الله طيبه باذن الله. وطبعا اكيد مليون في الميه الوقوف على مستوى اللعيبه ده مهم جدا، وهو اكيد الفتره اللي فاتت درس قدرات اللعيبه بشكل جيد وعرف بعض اللعيبه قدراتها ايه. اتمنى اشوف شكل جديد، زمالك جديد بكره ان شاء الله باذن الله. هنطلع لفاصل ونرجع علشان نقرا اخبارنا النهارده ان شاء الله. هنبدأ فقرة الأخبار مع حضراتكم بخبر الأول. المستشار مرتضى منصور يعلن تعاقد نادي الزمالك مع يوسفاني هرنانديز لتدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة. أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعاقده رسميا مع الكوبي يوسفاني هرنانديز لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة.
وقال اللاعب الكوبي انه يسعى لتقديم افضل اداء له مع الزمالك في الفتره القادمه لمساعده اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق البطولات. واشاد النجم الكوبي بالطفره الانشائيه في نادي الزمالك مشيرا انه سبق وان لعب في كوريا الجنوبيه والامارات والسعوديه وروسيا واسبانيا. معانا الفيديو بتاع تقديم المستشار مطر منصور للاعب كره الطائره يوسفاني هرنانديز، ونرجع نعلق على الفيديو مع حضراتكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده مترجم شغال زحمه، وده مدرب، وده احمد اللي مسؤول عن القطاع الصناعيه. قال يقدم نفسه، ده لاعب كره طايره عالمي، بلده كوبا، جاي اصلا من بلد الزعيم كاسترو، واشهر حاجه عندهم السيجار اللي الدكتور كمال درويش بيقعد يشربه. كل ما اقول له ده منين يقول لي ده من كوبا، دي اشهر حاجه عندهم. وطبعا هم كمان مشهورين بالتالي بالكاكاو على ما اتذكر. يعني خليه يقدم نفسه ويترجم. Okay, he wants you to introduce yourself and I will translate what you said. Where you come from and where you used to play for and how old are you? Okay, I am Yuvani Hernandez. I come in from Cuba. I came to the Somali club for doing my best. هو جاي من كوبا وجاي نادي الزمالك عشان يقدم احسن شغل عنده. I will try to have the team over time in the cup and outside the cup. تحاول يساعد الفريق في البطولات اللي جايه كلها. I'll try my best for to take champion for Somali. هيعمل مجهود كامل عشان يحصل على البطوله مع نادي الزمالك. خلاص. That's it. Yeah. Of the end. انا بس عايز اساله لي بقى كان بيلعب في النادي الجيش هنا في مصر. وانا عارف طبيعة. قول لي في انديه زي نادي الزمالك كده من الناحيه الانشائيه في كوبا؟ بعد ما شافه. Okay, you walk around the club here in Zamalek, yeah? Yeah. He is asking you, in Cuba, did you ever see anything? No, I never seen nothing in my life. ما شافش أي حاجة في حياته مش في كوبا. You work for the future to the children. This is incredible. النادي ده فيه مستقبل للأطفال الموجودين فيه. عشان فيه أطفال. No, I never see in my life what you do today. ما شافش في حياته زي اللي شافه مع حضرتك النهارده. For the opinion to the people for come better to America. الشغل اللي حضرتك بتعمله ده نادي الزمالك. طيب هو ايه البلاد اللي راحها غير كوبا؟ Where else did he play outside Cuba? I play in South Korea 3 years. كوريا الجنوبية 3 سنين. أبو ظبي. أبو ظبي. سعودي عربية. سعودية. إندونيسيا. هندورس. روسيا. Last season, no, two weeks ago in Spanish. Spain. Spain. آخر مرة في إسبانيا. I think you must say how old you are for your CV. How old are you? Me? I'm 31. 31. What's the best food in Cuba? The best food in Cuba is, I don't know, too much nice food. The best food. Oh, he lives in, did you live in Italy? You used to live in Italy? Yeah. Oh, I live in Italy. Keep pasta and pizza maybe? Yeah, the best. Is your favorite? Yeah, the best is pizza. Pizza. Macaroni. Pasta. Bechamel. What did you make your kosheri here? وتضحي تعرف الكشري از ذا بيست فود ان ايجيبت احسن اكل في مصر حتى رز باللبن حتى بعد ما قبض ايفن افتر يو جيت بيد يو ستيل ايتينج كشري اولا برحب بيه طبعا هيز ويلكم يو ايجيبت اهلا بيه ثانك يو فيري ماتش واتمنى ان شاء الله انه يكون اضافه زي ما قال الكره الطايره واحنا عندنا لاعب ثاني احنا بن احمد يمكن نتصل بيه برضه اجنبي بحيث ان احنا عندنا اثنين ونتمنى في الاماكن اللي احنا محتاجينها ونتمنى جدا احنا مهتمين بكره القدم احنا مهتمين بالسله بالالتقاء الطايره باليد بكل الالعاب السباحه بتنس طاوله بكل الالعاب اللي موجوده فاحنا نتمنى ان شاء الله يكون اضافه لفريق الطايره وطايره الزمالك طول عمرها من زمان من ايام كابتن موسيمي كابتن جمال وكابتن احمد جمال وكابتن فولي بول تيم هير ذي اولويز جيتينج ذا شامبيونشيب اون فولي بول كابتن علاء وهم موجود كتير يعني اجيال ورا اجيال يمكن في الكره الطايره عملوا تاريخ لاسمهم ولكره الطايره في مصر والعالم العربي وافريقيا
احنا كان عندنا منه مثلا كابتن عزمي وجاء كابتن جابر الله يرحمه طبعا تمام. اعتقد ان في منهم كان بيبقى واخد احسن واحد ضارب رابع العالم. The club here, the most of the volleyball players in the Zamalek club, they had a lot of championship with the Zamalek club and the Egyptian national team, and they did a lot of one of the best players in Africa and in Middle East. They used to play in Zamalek club. He's looking forward for you to do your work would be the same as they did. عندنا ان شاء الله ماتش مهم جدا مع فريق سموحه. They have very important match with سموحه. وجايب اثنين محترفين. They have two Persian players. يوم الاحد ان شاء الله لو ربنا وفق ان شاء الله اعتقد هنلعب الاهلي في النهائي. If we won the فريق قوي جدا برضه. We'll play the final with the Afri club. والاهلي برضه من الفرق اللي طول عمرها يعني رجال او بنات بياخدوا بطولات لان برضه مهتمينهم للكره الطايره. فنتمنى ان شاء الله يبقى الماتش اللي جاي زمالك ممكن مع الفريق تكسبه وبعدين نوصل للنهائي ان شاء الله. The next match with Smoa is wishing that you won with you playing to play the final and he wishes the best for you. هو سالو هو متجوز؟ Are you married? I have wife. Yes, yeah. Any kids? Yeah, one. عندك عيال؟ عنده واحد بس. عايش فين بقى؟ Where they live? Your wife and your child and your kids. Isn't it? Cool. No, Italy. Italy? In Italy. الدكتور من سيتا ايه؟ Your wife, where she's from? Italian or? Yeah, Italian. Italian, Italian. كمان له التوفيق بإذن الله. He wishes you the best. Thank you very much. كل التوفيق للاعب الكوبي يوسفاني هرنانديز. طبعا لعيب ما شاء الله واضح ان جسمه قوي جدا واللياقه البدنيه بتاعته اكيد قويه جدا. طبعا تحيه لمجلس الاداره برئاسه الشيخ طارق منصور. تدعيم الفرقه ده مهم جدا مش كره القدم بس، لا بيتجه للطايره واليد الحمد لله ما عامل نتائج ولا اروع. السله برضو اكيد في تدعيمات، كره القدم طبعا زي ما اعلن الشيخ مرتضى قبل كده ان هناك تدعيمات بدايه من 30/6. وخلي بالكم حاليا دلوقتي في ورشه عمل، نقول كده ورشه عمل عملها مجلس الاداره بحيث انه يبصوا على اللعيبه ويقعدوا معاهم ويخلصوا معاهم على اساس لما القيد يفتح باذن الله يبقى في يعني يبقى ما فيش يعني ما عنديش وقت، يبقى في سرعه تعاقد على طول مع اللعيب ويتكلم مع ناديه لو هو مرتبط بالنادي او لو هو فري بيجي على طول. قصه طبعا بتحتاج ليه مجهود كبير جدا من مجلس الاداره. التدعيم الفرق الرياضيه مهم جدا يا جماعه، لان احنا لما بنتفرج على السله او الطايره او اليد بنبقى عايزين الزمالك يكسب طبعا بالاضافه للقدم. حتى لما بيبقى في مباراه تنس طاوله مثلا مذاعه ولا حاجه الواحد بيبقى قاعد مشدود برده عايز الزمالك يكسب. وبالتالي مجهود يشكر بمجلس اداره ان هو بيحاول يدعم الفرق بشتى الطرق، وكل الفرق مش بيركز على لعبه وينسى لعبه تانية او يهمل لعبه تانية، لا كل الالعاب الحمد لله بدا المسام طلب فيه ان هو يدعم فريق الطايره وبعد كده يقوي الطايره يخش زي ما كان ما جه في 2014 2015 عمل نفس الكلام. وشفنا فريق اليد ما شاء الله عامل انجازات كبيره جدا 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 في الـ القصه دي، وتمنياتنا ليهم بالتوفيق ان شاء الله باذن الله، وان هم يعني يكون هذا اللاعب اضافه قويه لنادي الزمالك فريق كره الطايره. طب احنا معانا بقى اللي قلب النهارده المجموعه بتاعه القاهره ولا مجموعه القاهره اعتقد النهارده فريق السويس منتخب السويس كسب الترسانه والاثنين زمالك، يعني اللي ماسك منتخب السويس رامبو، عارفين رامبو؟ فاكرين رامبو؟ رامبو الكره المصريه كابتن نبيل محمود، واللي ماسك الترسانه كابتن طارق السيد. معانا الكابتن نبيل محمود. يا بلبل ازيك والف مبروك. ربنا يبارك فيك يا كابتن حبيبي يا كابتن شكرين. عامل ايه يا خبير؟ انت بقيت خبير خلاص في الدرجه الممتاز بيه دي، بقيت انت استاذ فيها ما شاء الله وبتحقق نتائج كويسه جدا يعني. لا الحمد لله والله يا كابتن، وانا بقول لاخويا طارق برضو احنا ولاد نادي واحد طبعا، ومدربين الزمالك كلهم مدربين شاطرين ما شاء الله بيحققوا نتائج كويسه. بقول له ارد لك النهارده وانا كنت موفق ويعني التوفيق كان معانا يعني حبيبي الحمد لله. النتيجه 3-2 يعني كان في نديه قويه جدا يا بلبل في الماتش، يعني الماتش كان قوي واضح ان من النتيجه ان هو ماتش كان قوي جدا.
والله كنت طالع على اعتبار ان اول مباراه ليا، انا مسكت من تقريبا من اسبوع في لعبت مباراه القناه، من يعني بدون ما كنت لسه عارف لعبت يعني وكده. طبعا باللاعب تيم كبير يعني كبير التسامي في ملعبه، يملك لاعبين جيدين ومعاه جهاز فني محترم ومعاه رئيس نادي الداعم للفريق، فكانت المباراه صعبه جدا يعني. صحيح. لكن انا كنت طالع قلت لهم، وطبعا حضرتك عارف ان نادي منتخب السويس نادي كبير، وهو دايما يعني بيجي مع مدربين الزمالك طبعا رحمه الله على كابتن احمد رفعت والكابتن عصام بهيج ومدربين كتير. اعتقد انا اشتغلت في السويس مع الكابتن عصام بهيج على فكره. اه انا فاكر، من عشان كده بقول لهم مع مدربين الزمالك دايما الكابتن حسن شحاته كمان يمكن اشتغل. كابتن حسن مظبوط، برافو عليك. هم بلد جميله وبلد رياضيه، وبعدين برضه تتطلق يعني هم بيعشقوا الزمالك يعني. على فكره انا قاعد هنا جوه نادي الزمالك يعني. ده هم صعدوا على ايد الكابتن حسن شحاته، وكان الكابتن احمد عبد الحليم على ما اعتقد كده. مش كده برضه كان مساعد معاه. قول لي يا بلبل، يعني انت بتشتغل على فكره في نادي يعني او في بلد بتعشق الزمالك، تفتكر مره لما كان سياده اللواء تحسين شنن رحمه الله عليه كان محافظ السويس، ورحنا نلعب مع السويس في السويس، وكان السويس يعني في موقف محرج شويه، جمهور السويس تفتكر قال ايه ولا اقول لك؟ بيقولها لي على طول يا كابتن، معلش يا زمالك هنشجع السويس. الله ينور عليك، تخيل بقى بالظبط يعني. بلد جميله قوي قوي يا كابتن، يعني حتى بيستاذنوك ان هم يشجعوا بلدهم النهارده. بلد بتحب الكره عموما يعني. صحيح. ويعني بيعشقوا فرقتهم، وهي تستحق بصراحه. فكان كلامي النهارده مع اللعيبه، قول لهم انتوا بتحملوا يعني اسم نادي كبير، وما ينفعش حتى لو بتلعب مع مين بره ملعبك ما ينفعش تلعب على التعادل. صح. قلت لهم لو عايزين تعادل ما تجيبوش البونت، مش عايزين. فاللي يفرق معانا عايزين الثلاثه بونت، هو يعني الثلاثه بونت هم اللي حركوكوا شويه في الجدول، يعملوا فرحه في البلد يعني. خلاص هم بعدوا عن الصعود، ولكن يا كابتن احمد يعني بنشتغل للموسم اللي جاي. والموسم اللي جاي ان شاء الله يعني. فقلت لهم نفنش الموسم كويس عشان الناس برضه يعني يسالوا. حتى انا النهارده جيت، على فكره احنا جينا دلوقتي يا كابتن اشتغلنا على طول عشان عندنا ماتش يوم الثلاث، يمكن عملنا الاستشفاء دلوقتي، ودي يمكن ما بتحصلش في الدرجه دي. استشفاء حالا يعني، انا في السويس دلوقتي ورجعنا على الملعب من نادي الترسانه على ملعب السويس على طول، محضرين التلج بتاعنا ومحضرين الشغل بتاعنا، وبكره تاني عندنا استشفاء تاني. فيعني يعني برضو الناس شغاله معايا شغل كويس، وشغل يعني شغل انبياء عريقه يعني. الناس مش مقصره معانا في حاجه، والجمهور مش مقصر معانا في حاجه، وهم يستاهلوا يفرحوا يعني. ترتيبكم الكلام يا بلبل دلوقتي؟ والله يا كابتن انا ماسك التاسع يعني، فالنهارده انا اتحركت في الجدول، ولكن لسه ان شاء الله يعني محتاجين مكسب او اثنين كمان، لكن احنا بعيد عن الرابع يعني بمسافه مش بعيده. لكن تيجي ان شاء الله. احنا طبعا عندنا بس مباراه يوم الثلاث مع فريق الاتصالات، وعندنا مباراه في كاس ده في السويس بقى، صعبه، مباراه صعبه جدا مع فيوتشر يوم السبت في استاد السلام في القاهره. ان شاء الله الساعه 6 يوم السبت. فانت عارف انا بلعب في اسبوع واحد او في 8 ايام ثلاث مباريات، وثلاث مباريات صعبه جدا يعني. طبعا المستشفى مهم جدا في الاوقات دي يا بولي. بذلنا مجهود كبير فيه، وعشان كده جينا على المستشفى على طول. ما روحتش اللعيبه، وانا ولا انا روحت كمان، انا في السويس معاهم. وان شاء الله كابتن هنشتغل، وان شاء الله اسم ولاد الزمالك دايما يبقى في العالم ان شاء أكيد الله. اكيد اكيد طبعا، الزمالك دايما ابدا غني بابنائه، وكل مدربين الزمالك شيء يشرف الحقيقه كلهم الحمد لله يعني. قول لي بقى توقعاتك لمباراه الغد مع بترو اتلتيكو، برغم انها مباراه تحصيل حاصل، ولكن الزمالك يبقى هو الزمالك. طبعا يا كابتن، الزمالك في افريقيا. انا معايا لعيب افريقي والله مصر ان هو بيحب الزمالك وبيشجع الزمالك من غانا. فنادي الزمالك انت عارف يا طارق بيملك شعبيه في افريقيا، ونادي طبعا نادي كبير. فيا رب اللعيبه يلعبوا المباراه دي باسم نادي الزمالك، ويعني المباراه تكون تليق بنادي الزمالك عشان ما يبقاش الشكل بس كده. ونتمنى ان شاء الله في المواسم القادمه باذن الله ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك، وباذن الله يعني السنه دي مع مشروع مصطفى منصور ومجلسه الامور تتعدي باذن الله، ونادي الزمالك يبدا يحط البطولات ويفرح جمهوره باذن الله. اكيد طبعا، مباراه طبعا مصر والسنغال مهمه، بتلقي بظلالها على ان احنا ناخد رايك فيها برضو يعني. مباراتي السنغال ومصر طبعا مباراه صعبه، شايفها ازاي يا كابتن بلبل نبيل بعد ما البطوله الافريقيه خسرناها من السنغال؟ ده يؤثر علينا ولا مفيش تاثير؟ والله يا كابتن ما تنساش ان هم خدوها مننا بضربات الترجيح يعني حضرتك احنا ما خسرناش من السنغال، فنقدر باذن الله نحقق نتيجه ايجابيه في مصر، ونقدر باذن الله
برضه هناك السنغال احنا معانا برضه تيم تحتوي، ومصر مصر بلد يعني جميله وبلد كبيره في الكوره، فما ما ينفعش يعني ما يبقاش عندنا الطموح ان احنا ان شاء الله نكسب المباراتين او نعمل نتيجه ايجابيه في المباراتين. لازم ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا ولاعيبتنا، والشعب المصري محتاج يفرح ومحتاج حاجه تفرحه، والكوره بتفرح ناس كتير يا كابتن والله. ان شاء الله يا كابتن نبيل. بشوف العجب مع فرحه الكوره، يعني النهارده احنا بعيد عن المنافسه وبعيد عن اننا نسعد، والشعب الكويتي مثلا فرحان بمكسب فريقه ومكسب لعيبته، فما بالك الشعب المصري كله ان شاء الله يكون طبعا باذن الله فرحان باذن الله يا كابتن. تمنياتنا ليك بالتوفيق كابتن نبيل محمود المدير الفني منتخب السويس، وان شاء الله باذن الله تحقق كل امال مدينة السويس وجماهير السويس إن شاء الله بالصعود الموسم القادم بإذن الله للدوري الممتاز. شكرا جزيلا وألف مبروك مكسب النهاردة. في مسحة طبية للعبة الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو، خضع لعبة الزمالك الفريق الأول لمسحة طبية لفيروس كورونا، وإن شاء الله بإذن الله كانت المسحة في فندق الإقامة تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل مباراة الفريق المقبلة غدا أمام بترو أتلتيكو. كان في مؤتمر صحفي للمدير الفني نادي الزمالك مستر فيريرا النهارده على صعيد هذه المباراة، وقال نقط مهمة جدا جدا الحقيقة، عجبني دماغه وعجبني ترتيب أفكاره وعجبني فكره وطموحه برضه وثقته في لعيبته. قال كلام لازم أقوله لحضراتكم لأنه كلام مهم جدا جدا جدا، وده الكلام اللي أنا قلته في الإنترو، إن الراجل يعني هيبدأ صفحة جديدة وهيبدأ يطبق فكره وعايز اللعيبة تساعده، أنا عايز اللعيبة تساعده. وبالتالي طبعا أقول لحضراتكم على بعض الـ التصريحات المهمة اللي قالها مستر فيريرا النهاردة. هو قال إنه عاش طفولته الأول في وشبابه في أنجولا، وتولى تدريب منتخب الأنجولي، وعلاقته جيدة بعدد كبير من اللعيبة الأنجوليين طبعا، ووجه التهنئة، هو شيك يعني ذكي، وجه التهنئة لفريق بترو أتلتيكو على التأهل لدور الثمانية، وموضح أن الزمالك بعيد عن التأهل ولكنه ليس بعيد عن طموح الفوز بلقاء الغد. يعني هو بيضرب ويلاقي برضو زي ما أقول لحضراتكم، بيضرب ويلاقي. قال في المؤتمر الصحفي النهاردة سنبدأ صورة جديدة للزمالك يا رب، والأبيض هو أقوى فرق مصر وإفريقيا، تصريحات نارية. نسعى للفوز في لقاء الغد لأننا نواجه منافس قوي ولديه شخصية. وقال إن مباراة بكرة فرصة لكي يعلم إلى أين وصل فريقه. أنا قلت الكلام ده قبل في الإنترو حضراتكم. كما أنها مهمة للجهاز الفني من أجل تقييم الوضع الحالي ومحاولة تحسين الأداء في الفترة المقبلة. كل الكلام ده انا قلته لكم قبل ما اقرا الخبر ده، لكن انا احساسي الهدف من المباراه هدف كبير، مش عشان خرجنا يبقى نرمي كل حاجه، لا، الراجل مركز جدا واضح من تصريحاته. هنا بيقول لك ان احنا هنا من لسنا هنا من اجل زياره نقاط المنافس، يعني انا مش جاي اتغلب عشان ازود نقط المنافس، لا. وقال للعيبه ان الزمالك فريق كبير ولديه اهداف يسعى لتحقيقها، ولا بد من تحقيقها بالفوز ببطولتي الدوري والكاس، وستكون البدايه من لقاء الغد كي نسترد فريقنا مجددا. عايز يرجع فرقه نادي الزمالك مجددا ان شاء الله باذن الله. واضاف الزمالك حتى الان هو بطل الدوري ونسعى للحفاظ على هذا بشكل كبير، ولا بد ان نقدر ذلك جيدا. تصريحات يا جماعه فيها ذكاء، عجبني الكلام اللي بيتقال ده الحقيقه يعني. ونعمل على تكرار الفوز بالدرع والعوده للمشاركه في دوري الابطال مره اخرى، كما نحاول تحسين اوضاع الفريق وان تشعر الجماهير بعمل الجهاز الفني. مهم جدا يا جماعه الكلام ده، ليه؟ لان الجمهور الزمالك هو النبض الحقيقي لما يحدث داخل نادي الزمالك، سواء من مستوى مش قوي او مستوى مرتفع. رد الفعل الجمهور هو ده اللي بيركز عليه الراجل، ان عايز يبسط الجمهور، عايز الجماهير يبقى عندها نوع من انواع التفاؤل، عايز يحس بعمل الجهاز الفني، الجمهور يحس بعمله، الجمهور يحس ان في فرق. وده اللي احنا
نتمنى ان شاء الله باذن الله في لقاء الغد. عشان كده انا شددت وقلت ان مباراه بكره مش مجرد انها عشان هي تحصيل حاصل، لا ده في اهداف كبيره جدا جدا، وانا مش بعظم وبقوي من الماتش، لا الزمالك كبير. الزمالك لو لعب ماتش ودي ها في اي بلد عربي بتلاقي ملايين بيتفرجوا عليه والاف داخل الاستاد، حتى لو ماتش ودي ده الزمالك. عشان كده سعيد انا بالكلام بتاع الراجل ده، لانه بيدي رساله للعيبه، رساله وبيديهم طاقه ايجابيه، وده مهم جدا 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 في الوقت الحالي. بصوا يا جماعه، مش كل حاجه تدريب ومش كل حاجه كوتشنج، اهم شيء الحاله النفسيه، اللياقه النفسيه للاعب، دي مهمه جدا جدا جدا، واحنا درسناها في علم التدريب. ازاي تخلي اللعيب ده جاي لك وهو مبسوط، ازاي تخلي اللعيب جاي وهو حابب التمرين. في 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 خلي بالك، ما هتقول لي انا يعني في بعض اللعيبه واحنا بنلعب كنا بنروح التمرين ساعات مع بعض المدربين بنبقى مزمزقين، يعني مش حابب، ان مش عشان ما بلعبش او بلعب، لا الدنيا مش حلوه، لكن في مدرب يحببك في التمرين ويخليك يعني عندك ثبات انفعالي وعندك نوع من انواع ايه الرضا النفسي، مهم جدا. فالحاله النفسيه مهمه جدا، والراجل بيشتغل عليها بشكل كبير، وده حاجه عجباني في مستر فيريرا. العامل النفسي مهم جدا يا جماعه، لما بيبقى فيه هروب شويه من الفورمه الرياضيه، او بيبقى فيه تقليل شويه من الفورمه الرياضيه، فبالتالي الراجل تصريحاته قويه جدا. كان مع مستر فيريرا محمود حمدي الونش، لاعبنا ولاعب منتخب مصر المساك طبعا، وكان موجود في المؤتمر الصحفي. قال ايه بقى عمنا الونش؟ قال ان على فكره الونش كان يعني احنا انا باخد جلسات عند في احد المراكز الطبيه، الونش على طول موجود هناك، انا بشوفه هناك على طول. وجنش بالمناسبه قابلتهم انا من يومين كده وقعدنا نتكلم شوف حاجات كده. قال ايه الونش؟ ان هو سيخوض مباراه بترو اتلتيكو في بجديه، والزمالك فريق كبير، ونحن نمر بفترة صعبة، والجهاز الفني يحرص على علاج السلبيات في الفترة الحالية والاستفادة من الإيجابيات. وقال الونش: لدينا مدرب كبير نسعى للاستفادة منه كثيرا، والمدير الفني تحدث معنا وطلبنا بالتركيز في الفترة المقبلة، لأن الزمالك ينافس على بطولتي الدوري والكاس، ونسعى لمصالحة الجميع. ما تنساش يا عم الونش في كاس قديم وده هيتلعب برضه إن شاء الله بإذن الله، كاس السنة اللي فاتت ده اللي فاضل لنا فيه 100 متر وان شاء الله نحصل عليه، ودي بطوله هتضاف للنادي الزمالك طبعا. اكد الونش ان الفريق تدرب لمده اسبوع تحت قياده فيريرا، وتم تصحيح العديد من السلبيات، مشيرا الى ان الفريق قادر على تحقيق الفوز في مباراه الغد. التصريحات دي مهمه برضو، ان دلت على شيء تدل على اللي انا بقول لكم عليه ده، بقى في نوع من انواع التوازن النفسي. التوازن النفسي للعيبه بدا يرجع، وبدا يتكلم عن المدرب، وبدا يشتغل، وبدا يصحح اوضاع و و و، لان كان في اوضاع مغلوطه كتيره جدا. والراجل اول ما جه يا جماعه وانا معاه في كده، ال اقول ايه ال 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 الخطوط الثلاثه الفتره السابقه اللي سبقت فريرا ما كانتش على احسن حال. ليه؟ كنا بعاد جدا عن بعض، كان في ترهل، كان في ترهل ترهل في الخطوط، وبالتالي قدرنا بالتعاقد مع فيران احنا نصحح الكثير الكثير من هذه الامور، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله في القادم فيما هو قادم. نادي الزمالك نادي كبير يا جماعه، واحنا بنحب دايما نادي الزمالك يبقى في العلالي، ومعانا سفير طبعا نادي الزمالك في دوله الامارات، ده من المدربين المميزين جدا، وده اللي عمل 2003. احنا كنا بنتكلم على 2003 امبارح مع حسين ياسر محمدي، مش كده يا جماعه؟ واللي عمل بقى 2003 هو سامح اسماعيل اللي معانا على الهاتف من دوله الامارات، مدير فني للزمالك به في دوله الامارات، او التوأمه اللي حصلت ما بين الزمالك وما بين دوله الامارات الشقيقه. كابتن سامح ازيك وكل سنه وانت طيب، ومليون مبروك يا عم، ماتشين ورا بعض مكسب اهو. الحمد لله كابتن، ازي حضرتك يا كابتن؟ انت نايم يا موحى ولا ايه؟ لا لا يا كابتن والله كل سنه وحضرتك طيب، ونادي الزمالك بخير، وجمهورنا الزمالك دايما يا رب دايما بخير، والامه الاسلاميه كلها بخير،
كل سنه حضرتك طيب يا كابتن وعوده حميده لبيتك. ربنا يخليك دايما متالق ودايما منور الدنيا كابتن. حبيبه موحى انت عامل ايه يا بابا؟ وقول لي بقى يعني انت كسبت ماتشين في هو الدوري ده ايه؟ دوري درجه رابعه ولا ثالثه؟ لا ده يا كابتن ده دوري درجه ثالثه لسه معمول اول سنه السنه دي تعمل دوري الامارات الحقيقه طبعا بظل المنظومه المحترمه في الامارات بصراحه كابتن عاملين منظومه محترمه اللهم لك الحمد احنا متصدرين الدوري ما شاء الله ماتشين المكسب الحمد لله متصدرين الدوري وان شاء الله نوعد جمهور الزمالك دايما يبقى خير سفير ليه ونصعد ان شاء الله فريق الزمالك ان شاء الله هنا في الامارات باذن الله. دي اكاديميات يا موحى يعني اكاديميات دي يا كابتن سامح ولا اسماء انديه برضو انت بتلاعب مثلا انا شايف في الصوره قدامي اهو لو انت متابعنا عبر القناه فرقه الزمالك نازله اهي وفي فرقه تانية نازله معاها يعني كابتن دي انديه ودايما انديه وانديه عامله توامه يعني زي ما احنا مثلا توامه مع نادي الزمالك في زي مثلا فرقه فالكونز يونايتد دي تبع مانشستر يونايتد ما شاء الله واخدين التوامه اللي انا كسبتها الماتش اللي فات الحمد لله 2-1 ويعني هي عباره عن كابتن فرق من الامارات هنا داخله في فرق عامله توامه مع الدوري الانجليزي في فرق شيفيلد يونايتد وفي مانشستر يونايتد عامل برضه توامه مع نادي هنا وعباره عن طبعا في بعض الانديه في استثمار فيها اللي هو بيبقى فيه سبونسر بيدير نادي وبيعمل نادي على اساس اللي هو بيصعد وطبعا انت عارف هنا الصعود بيبقى فيه تسويق للنادي نفسه وللعيبه يعني. في انت درجه ثالثه ولا رابعه وهتصعد ثالثه اعتقد مش كده؟ لا ثالثه يا كابتن وهصعد ثانيه ان شاء الله. تطلع ثانيه في صعود يعني اذا هناك في صعود للدوري الممتاز. به قول لي النظام المسابقه يعني كم فرقه في الجدول مين بيصعد اول ولا تاني هل في دوره بعد كده ولا ايه نظام المسابقه ايه هناك يا سامح؟ نظام المسابقه كابتن هم طبعا انت عارف ان دوله الامارات عايزه توسع القاعده قاعده المجال نفسه القاعده الرياضيه في الامارات فهم عايزين يوسعوا القاعده بتاعتها على اساس طبعا ده بيفيد المنتخبات بتاعتهم لان لو في لعيبه كويسه بيبقوا في تجنيس ومتواجدين في المنتخب الاماراتي طبعا هم كابتن عاملين السنه دي اول سنه تتعمل اللي الدرجه الثالثه هو كان في السوبر والممتاز دي والثانيه ما كانش في ثالثه السنه دي لا ما كانش في ثالثه هم عملوا ثالثه السنه دي لتوسيع القاعده لكره القدم في دوله الامارات يعني فهم السنه دي عاملين النظام الدوري الدرجه الثالثه مجموعتين بيطلع اول وثاني اول وثاني بيلعبوا بعض بيصعد فرقتين على طول للثانيه. ان شاء الله نكون احنا فرقه منهم باذن الله تعالى. عدد الفرق كام يا سامح في المجموعه؟ مجموعه واحده ولا بجميع؟ لا مجموعتين يا كابتن مجموعتين قاسمينهم مجموعتين قاسمين كل مجموعه ست فرق وست فرق 12 فرقه وفي الاخر بيطلع فرقتين من هنا وفرقتين من المجموعه الثانيه وبيلعبوا بعض على الفرقتين اللي صعدوا على طول. يعني ان شاء الله نكون يعني من ضمن الفرقتين اللي صاعدين باذن الله تعالى ان شاء الله يا كابتن واحنا ماشيين في منظومه محترمه بصراحه يعني ورايحين للهدف بتاعنا باذن الله اللي احنا جايين عشانه ان شاء الله باذن الله. يعني انت النهارده عندك ست فرق فقط في المجموعه بتاعتك. كابتن انا شايف الغضنفر معاك ولا انت خدت الغضنفر معاك احمد جعفر يلعب معاك؟ احمد جعفر كان معايا والله ونتمنى له ربنا يوفقه والله ماشي كويس بـ 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 بيجيب جوال ولا لسه ولا شطب ولا ايه معايا؟ عنده لا يا كابتن ما شاء الله عليه لا ما شاء الله عليه وماشي كويس يا كابتن والله هو بس كان الماتش الاولاني كان راجع من اصابه والحمد لله الماتش الثاني دخل فيه والحمد لله ماشي كويس ربنا يكرمه ان شاء الله في المرحله الجايه يكون اضافه للمكان باذن الله كابتن. قول لي بيجي هو بصراحه ماشي كويس جدا بصراحه ربنا يوفقه الغضنفر جعفر من اللعيبه المميزين والحقيقه يعني حفر اسمه في الصخر زي ما بيقولوا يعني جه من درجه ثالثه للزمالك على طول وعدى بشكل كبير الحمد لله يعني والله يا كابتن وهو برضه السنه دي معانا حابب يجدد طموحه او التجديد الدوافع زي ما احنا بنقول اللي هو ربنا يكرمه في المرحله الجايه طبعا انت عارف اللي هو طبعا نجم كبير هنا وبالنسبه للناس في الامارات هنا الناس حابينه جدا وبتاع وهو على فكره شغال كويس جدا يا كابتن وبيتمرن كويس جدا زيه زي يعني فكره انضمام احمد جعفر دي فكرتك ولا فكره مين بالظبط او مين اللي عرض عليك؟ والله يا كابتن هو عرض عليا ايمن عبد العزيز طبعا انت عارف ان الكابتن ايمن عبد العزيز هو ايمن عبد العزيز المستشار الفني للنادي يعني فهو عرض عليا وانا رحبت بيه جدا لان طبعا احمد بيحمل من الخبرات اللي هو يقدر يقود
فرقه، وبصراحه كابتن هو ملتزم جدا في التمارين، وملتزم جدا في الاداء، وملتزم جدا في كل حاجه بصراحه جوه المنظومه. يعني ما فيش، ما بيتعاملش اللي هو لعيب كبير، لا لا لا، هو بيتعامل كانه اصغر لاعب في الفرقه وبيجتهد. بيجي لكم جماهير يا سامح؟ بيجي لكم جماهير زملكاويه كتير في المدرجات؟ بص يا كابتن، هنا نادي الزمالك هنا اسمه يعني فعلا نفخر دايما ان احنا ننتمي لنادي الزمالك. اسم كبير يا كابتن، ليه قاعده شعبيه غير طبيعيه في دوله الامارات الشقيقه. طبعا الناس حابينه جدا يا كابتن، الناس حابين النادي جدا، بيجوا لنا التمارين وبيجوا لنا المباريات ولو مش عايز اقول لك كابتن يعني يجوا عايزين يتصوروا، حتى ساعات بوقف التمرين من كتر الناس اللي هي عايزه تتصور وعايزه تمام. يعني الحمد لله دايما نادي الزمالك قيمه وقامه احنا كلنا بنحتمي من خلالها. يعني في تواصل ما بين الاداره عندك وما بين اداره نادي الزمالك هنا برئاسه هشام مرتضى منصور بعد ما رجع المجلس تاني بعد ما نجح في الانتخابات؟ يعني في تواصل؟ هو الاستاذ عمرو الصراحه متواصل مع هشام مرتضى. عمرو مصطفى طبعا رئيس النادي ومن الشخصيات الجميله، هو يعني في تواصل شبه دائم مع مستشار مصطفى، ونتمنى ان شاء الله يكون الامور على خير، وان شاء الله نتمنى ان احنا نكون سفراء لنادي الزمالك في دوله الامارات ان شاء الله يا رب باذن الله. ان شاء الله. هاخدك بقى للزمالك الفريق الاول، شايف فتره ما قبل فريرا وفتره ما بعد فريرا، هل تتوقع فيه ان شاء الله تقدم في المستوى، ان شاء الله ثبات في المستوى الفتره القادمه؟ والله يا كابتن، هو يعني هو من احسن القرارات اللي اتخذت الفتره الاخيره هو وجود مستر فيريرا ومشيان كارترون، لان هو فعلا الفتره دي كنا محتاجين تغيير الفكر مدربين، تغيير شخصيه المدرب، لانه يعرف يتعامل مع شخصيات نجوم زي اللعيبه اللي عندنا. ودي بصراحه كابتن من ضمن القرارات المهمه جدا اللي اتخذت مجلس اداره في الوقت المهم جدا، اللي احنا فعلا محتاجين تجديد فكر، لان طبعا انت يا كابتن انت خبرات عندنا، اما المدرب بيقعد فتره زمنيه طويله مع اللعيبه بيضغوا على شغلهم فكره دايما. لازم تجديد الفكر وتجديد الدوافع للاعب نفسه، لان خلاص اللاعب انا بلعب مع كارترون، واوريدي كارترون ليه فكر طبعا نتفق او نختلف معاه، في ديبوهات، والراجل جاي الجديد ده عنده شخصيه وعنده كاريزما، يقدر يدير نادي كبير زي نادي الزمالك. واحنا نتمنى طبعا ان مستر فيريرا، وكلنا في ظهره، كلنا سبورت ليه، كلنا في قرارات مجلس الاداره المحترمه اللي اتخذت الاخرانيه، ان شاء الله يا ربنا يوفقه في المرحله الجايه، لان احنا كنا الفتره دي فعلا محتاجين قبل ما يكون مدرب كويس يا كابتن، لازم يكون شخصيه يقدر يدير نادي كبير. واحنا دي اللي احنا كنا مفتقدينها الفتره الاخيره. صحيح. الفتره الاخيره ما كنا مفتقدين ان المدير الفني يكون عنده من الشخصيه اللي هو يقدر يدير نادي كبير. صح. فجالنا البروفيسير زي ما بيقولوا، يعني اللي هو عنده من الكاريزما ومن الشخصيه اللي هو يقدر يدير نادي كبير ويقدر يقنع بعض النجوم بيه، او يقنع النجوم بيه، لان ساعات يا كابتن النجوم ما بتبقاش مقتنعه بالمدرب. تمام. بفكره وبأداء، فهو بصراحه هو من الشخصيه اللي هو يقدر يقنع اللعيبه بيه. هو طبعا يعني مش هنحتاج نتكلم عليه، هو مدرب كبير ومدرب عنده خبرات وعنده فكر وعنده صحيح الناحيات الفنيه متميز. متفائل انت يا كابتن سامح ان شاء الله؟ يا كابتن بصراحه، هو عنده كابتن مهم، يعني انت حضرتك كابتن في حلقات قبل كده انا قلت لك انا كسامح طبعا انا اقل من انا اقيم مدرب، بس انا مش مقتنع بكارترون، فانا كسامح يعني، فانما الراجل ده عنده فكره كابتن، وعنده شغل وعنده فكر تكتيكي، وعنده من الشخصيه كابتن يقدر يدير نادي كبير. صحيح. نادي الزمالك نادي كبير، مش اي حد يديره. صح. هو الراجل بصراحه كابتن عنده من الشخصيه دي اللي يقدر يدير نادي كبير. صحيح. القرارات اللي اعلنها مستشار مرتضى في المؤتمر الصحفي بخصوص تجديد اللعيبه وعدم تجديد والكلام ده كله، صداها ايه عندك في الامارات؟ والله يا كابتن الناس، وانت رايك فيها ايه؟ انا كابتن، انا والناس اللي هنا كمان يا كابتن، حتى انا باخد اراء الناس اللي بتيجي تقعد معايا حتى الصحفيين هنا في الامارات، لا يا كابتن كلنا سبورت للقرارات. بص يا كابتن، نادي الزمالك زي ما حضرتك قلت، نادي كبير، نادي عريق، ما بيقفش على لعيب كوره. ولو وقف على لعيب كوره كان الكابتن طارق يحيى بطل، والكابتن جمال عبد الحميد بطل، والكابتن حماد عبد اللطيف بطل، كان الكابتن ابراهيم يوسف بطل، كان النادي قفل. الكابتن ما فيش حد بيقف على نادي الزمالك، مش هيقف على لعيب. احنا طبعا بنشكر كل اللعيبه اللي متواجده،
اللي حابب يجدد مع نادي الزمالك على دماغنا وان شاء الله كلنا في ظهره وكلنا صحيح. واللي مش حابب هنشكره جدا ونقول له شكرا وميرسي جدا على الفتره اللي انت قضيتها معانا، انما نادي الزمالك مش هيقف على لعيب ايا كان هو لعيب. متابع فريق 2003 وعودته لمنصه التتويج مره اكيد طبعا اللعيبه بتاع لعيبتك بقى وحبايبك واولادك فطبعا تواصل معاهم يعني معايا. هم على تواصل معايا شبه دايم يعني شبه لو قلت لك شبه يومي اللعيبه بتكلمني ما شاء الله. هم كابتن والله يا كابتن احنا عندنا كنز من الذهب ماشيين نادي الزمالك كنز من الذهب يا كابتن ويعوضوا اي غياب اي لعيب صحيح. عندنا لعيبه محترمه، عندنا لعيبه من عند ربنا فيهم وزرعنا فيهم روح البطل تمام. دي كانت مهمه جدا في الفتره احنا كنا شغالين فيها، واللي قبلي واللي بعدي واللي حضرتك وغيرك وغيري لازم نزرع في اللعيبه ناشئين الزمالك الروح البطل دي. لازم تكون لعيب بطل، لعيب عندك شخصيه، لعيب عندك شخصيه نادي كبير، تقدر تكون متحمل عبء سوشيال ميديا وعبء جمهور وعبء اداره وعبء مدرب وعبء بطولات. لازم لو انت ما عندكش الشخصيه دي يا كابتن انت مش هتقدر تلعب في نادي كبير. انما لا احنا عندنا لعيبه في ناشئين نادي الزمالك صح. طبعا ناشئين معظم الفرق عندنا ما شاء الله حاجه تفرح من 2001 لحد 2008 و10 و11، ولكن انا بتكلم بالاخص على 2003. لا 2003 كابتن عندنا ذخيره من اللعيبه اللي يقدروا يلعبوا في نادي الزمالك ويلعبوا دلوقتي ان شاء الله. يمكن حضرتك فاكر لو الحلقات اللي قبل كده كابتن لما اتكلمت مع حضرتك قلت لك كنت بطالب من مستر كارترون بعد اذنك دخل اثنين ثلاثه يلعبوا عشان بعد كده يبقوا هم من الهيكل الاساسي للتيم. صحيح. هو ده سبب رئيسي بان احنا بنعانيد لما اصيب طارق حامد ما كانش فيه البديل الكوف. ما انت ما عدتش البديل الكوف لطارق حامد. احنا كنا بنتكلم فيه من الاول يا كابتن، لازم اثنين ثلاثه، واحد زي ماجد هاني يخش، واحد زي طارق علاء يخش، اثنين ديفندرينج يعني مستقبل للنادي، واحد زي احمد اسماعيل يخش، واحد زي عبد الله يخش، فارس يخش صحيح. ايشو احمد محمود بدل ما طلعه عاره واستفيد بيه في الباك رايت. انت بتعاني دلوقتي يا كابتن من موضوع الباك رايت صح. مسلوسي قاعد، لا مسلوسي ماشي. طب ما انت احمد محمود انت مطلعه عاره 2003 للفاركو صح، اما تجيبه واسامه فيصل طلعه عاره ليه وانت ما عندكش قيد؟ اسامه فيصل تستغنى عن حسين فيصل تستغنى يعني؟ لا لا يا كابتن كان في تخبط غير طبيعي صحيح، فني واداري بالظبط معاك تماما، فني واداري اكيد طبعا. الحمد لله ربنا كرمنا ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى اللي في مجلس منتخب اربع سنين ان شاء الله هيكونوا على ان شاء الله هم على قد المسؤوليه وهم عندهم فكر وعندهم وعي صح. وان شاء الله الاداره الفنيه تكون يعني تبقى في مزيج بين الاداره الفنيه والاداره اداره النادي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن النادي الزمالك جاي وجاي بقوه ان شاء الله يا كابتن سامح. سبورت لاي قرار يتاخد يا كابتن مجلس اكيد الدارة. اكيد طبعا. كابتن سامح اسماعيل بشكرك شكرا جزيلا من الامارات على هذه المداخله القيمه، وبالتوفيق ليك ان شاء الله، ونبارك لك على الصعود باذن الله ان شاء الله الفتره القادمه. هو احنا ليه ما بنستناش الراجل لما يرد عليا؟ معلش سؤال في الفاصل هنقعد نتناقش في القصه دي بعد اذنك، يعني نسمع صوت الراجل وقول شكرا. الزمالك بالزي التقليدي الزمالك بالزي التقليدي وبدر اتلتيكو بالاصفر والازرق. الزمالك هيلبس الابيض في ابيض ان شاء الله، ويبقى يوم ابيض ان شاء الله باذن الله على نادي الزمالك. وحارس الزمالك هيلبس لون الاخضر غدا ان شاء الله باذن الله. تدريب الزمالك قسم الفريرة لمجموعتين، مجموعة خدها أسامة نبيه ومجموعة تانية خدها أحمد عبد المقصود وأيمن طاهر طبعا مدرب حراس المرمى الفريق. تدريب ثلاثي كان عنيف جدا، أبو جبل وعواد والسيد عطية، وكان على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا. وركز أيمن طاهر على تدريب بالكرة والتزيد على الحراس وبعض تدريبات سرعة رد الفعل، دي مهمة جدا، سرعة رد الفعل مهمة جدا. أسامة نبيه تولى الإشراف على مجموعة، بينما أحمد عبد المقصود المجموعة الثانية. وركز الجهاز الفني خلال المران على التمرين من لمسة واحدة والتمرين تحت الضغط، مهم جدا لأن بكرة ممكن تلاقي بيتلاتيكو ضاغط عليك، في نفس الوقت لازم تعود لعيبتك على إن هو سرعة رد الفعل مهمة جدا. هننتقل إلى معسكر منتخب مصر لمباراتي السنغال، ينطلق إن شاء الله يوم الأحد المقبل. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله لمنتخب مصر في مباراتي السنغال الفتره ما بين 25 و29، في مباراتين مهمين جدا، وصول لكاس العالم مهمين جدا جدا. تمنياتنا ان شاء الله باذن الله للتوفيق لمنتخبنا. الجهاز الفني هيعلن غدا السبت على عقب انتهاء مباراه الزمالك والاهلي وبيراميدز في البطولات الافريقيه، يعني عن الاسماء اللي هتختار لهذه او هاتين المباراتين.
القائمة هتضم 23 لاعب بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله، مستر كيروش وضيا السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري وكل أفراد الجهاز المعاون إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. منتخب مصر للناشئين بيتصدر بطولة شمال إفريقيا بتسع نقاط من فوز طبعا 2006 بقيادة الكابتن محمد وهبة، فاز على المغرب 1-0، ودورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في الجزائر صدر ترتيب الدورة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط. شهد لقاء مصر والمغرب جمال علام طبعا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكسب المنتخب المغربي ايضا، وكان قبليها كان كسبان المنتخب التونسي، وايضا فاز على نظيره الليبي 4-0. بكده تصدر منتخب الناشئين بقيادة محمد وهبة وطبعا عصام عبده الترتيب بتسع نقاط من ثلاث مباريات. اليو سي سي يعلن عن قائمة السنغال النهائية لمباراتي مصر لتأهل لكأس العالم، والقائمة قدام حضراتكم ضم اتنين حراس جداد، اليو فاتي حارس كازا سبور السنغالي بعد خروجه من القائمة من قبل يكون بديلا لجوميز، ايضا على فكرة ضمت كل عناصر مع غياب الحارسين الثاني والثالث. تم استدعاء وجه جديد هو يوسف سابالي لاعب بيتيس الاسباني، والقائمة طبعا ادوار مندي، الفريد جوميز، سيني ديانج، وبونا سار، ساليو سيسي، كاليدو كولوبالي، عند عبدو ديالو، يعني عبد الله سيك، بالو توريه، يوسف سابالي ده اللي هو اللاعب ريال بيتيس ضمه جديد، شيخ كواتي، مطار صار ايضا، كلهم ما شاء الله. عارف يعني اقول لكم الانديه بقى اللعيبه، ما احنا انا يعني بقى تشيلسي طبعا ادوار مندي ده احسن حارس في العالم، بونا صار بايرن ميونخ، الانديه الكبيره يعني عندك نابولي ايطالي اللي هو كاليدو كولوبالي، عندك يا سيدي ميلان الايطالي بالو توريه، فودي بالو توريه، عندك ريال بيتيس قلنا، مارسيليا بابي جاي، عندك ليستر سيتي مندي لعيب كويس قوي مندي ده، عندك باريس سان جيرمان ادريسا جانا جاي، عندك مصطفى نيم باريس اف سي الفرنسي، لا كلهم ما شاء الله يعني. طبعا ساديو ماني بقى طبعا ده الكينج يعني بتاعهم ليفربول الانجليزي، اسماعيل ساره ده من لعيبه كويسه واتفورد الانجليزي، كلهم ما شاء الله يا جماعه في انديه محترفه. لكن ان شاء الله باذن الله يقدر منتخب مصر باذن الرحمن يتوج بالوصول لكاس العالم ان شاء الله باذن الله، وتمنياتنا التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. القرعه بتاع دوري الابطال، ليفربول يواجه بنفيكا البرتغالي، يعني كل المباريات الحقيقه فيها نوع من البالانس شويه، ريال مدريد مع تشيلسي دي اقوى المباريات طبعا، يعني حاجه شوف بقى توخيل مع انشيلوتي حاجات كده فاكهه يعني، ليفربول مع بنفيكا تمنياتنا التوفيق لابو صلاح ان شاء الله، مانشستر سيتي اتلتيكو مدريد ده برضو حاجه جامده جدا يعني، اتنين مدربين كبار برضو، بايرن ميونخ وفيا ريال دي يمكن اسهل المباريات بالنسبه لبايرن ميونخ، مع ان فيا ريال تيم كويس لكن بيتفوق طبعا اكيد بايرن مونشن على فيا ريال بالتاكيد بعامل التاريخ والخبرات يعني. يورجن كلوب قال ان شعر صلاح ببعض الالام في القدم بعد لقاء الارسنال، عارفين ان صلاح نزل الشوط الثاني بعد المباراه اشتكى ببعض الالام، انا كنت حابب ان هو يريح، معرفش احساسي كده يعني، عوده سريعه ان شاء الله محمد صلاح عشان مباراه السنغال وعشان ليفربول اللي احنا بنعشق او بنشجع دلوقتي ليفربول طبعا بحكم ان محمد صلاح محترف هناك. الفيفا يعلن تعديل قوانين الاعراض، دي مهمه جدا يا جماعه، الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، ويمكن تجديد او تحديد مده الاعاره، تحديد عدد اللاعبين، الكلام ده كان عارفين ايه كان متساب كده يعني، يعني في انديه بتعير 7 8 10 لعيبه في كده يعني، لا هو تعالوا بقى ايه
الفيفا حدد الكلام ده، وده كلام مهم جدا للأندية المصرية علشان السنة الجاية، مهم جدا جدا. قال ايه بقى للفيفا او التعديل؟ ايه تحديد مدة الإعارة بحد أدنى نص موسم، يعني ما يعني أقل حاجة نص موسم، أكتر حاجة بقى إيه؟ كان في مثلا الناس بتعير سنتين وثلاثة، لا قال لك سنة واحدة بس، حد أقصى عام واحد. يبقى بحد أدنى نص موسم وبحد أقصى موسم واحد كده وبس، لا ده لسه في بقى التقيل جاي. الحد الأقصى لإعارة لاعبين من فريق واحد هم 8 لعيبة، يعني ما تعيرش أكتر من 8 لعيبة عامة، يعني 8 أكتر، ما تعيرش مثلا 10 11 لاعب، لا هم 8 لعيبة بس، ليك إعارة 8 لعيبة بس. طيب لحد كده وبس؟ لا، الحد الأقصى لإعارة اللاعبين من فريق إلى فريق آخر هو 3 لعيبة بس، يعني أنا لو عايز أعير من عندي عدد من لعيبة 8، لكن عايز اعير مثلا من الزمالك للاسماعيلي 3 لعيبه، ما تعيرش اكتر من 3 لعيبه تحديد، بالتحديد يعني. حاجه مهمه تاني، الحد الاقصى بقى اللي هو بثمان لعيبه ده في 2022 2023 بيتقلص الى في 2023 2024 7 لعيبه، وصولا الى 6 لعيبه بس في 2024 2025، ربنا يحيينا ويحييكم. ويبقى الحد الاقصى للاعاره من فريق الى اخر 3 لعيبه زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب في بقى حاجه تانية، قالك استثنى لعيب تاسع بس ما يبقاش من الفريق الاول، يبقى منين؟ تحت 21 عام وتدرب في الفريق للوقت الكافي الذي يمكنه من الاشتراك ناشئا لديه، ده ممكن ويعتبر ناشئ يعني. طيب في حاجه مهمه برضو اخيره، هي ايه؟ منع الاعاره من الفريق المستعير الى فريق ثالث. يعني ايه يا عم طارق الكلام ده؟ يعني مثلا الزمالك اعار طارق يحيى لنادي، النادي ده ما ينفعش يعير طارق يحيى لنادي ثالث، لا خلاص يفضل معاك يا كابتن لغايه ما يرجع تاني النادي بتاعه. وده على فكره كان هيتعمل في مصطفى محمد لو تفتكروا، لما كان اعير الى جلطة سراي، وجلطة سراي كان عايز يعيره لبوردو الفرنسي، الكلام ده ما ينفعش بقى دلوقتي، كان ينفع قبل كده لكن دلوقتي ما ينفعش. كل هذه القرارات من شأنها انها تنظم اللعبه ويبقى في نوع من التحكم في عدد اللعيبه المعارين، النادي اللي بيعير، الكلام ده كله مهم جدا جدا، حبينا ان احنا نلقي الضوء عليه ونحط حضراتكم معانا في الصوره. خلصت الاخبار، هنطلع لفاصل ونستقبل نجم مصر ونادي حرس الحدود وأندية كثيرة جدا جدا، كابتن أحمد عبد الغني. يعتبر أحمد عبد الغني نجم حرس الحدود ومنتخب مصر السابق واحدا من أفضل المهاجمين في الكرة المصرية خلال العقد الأول من الألفية الحالية. عبد الغني من مواليد الأول من ديسمبر من عام 1981 بمحافظة المنيا، وتميز بقوة البنيان والطول الفارع والقدرات التهديفية الكبيرة بالرأس وكلتا القدمين، مجسدا المعنى الحقيقي لمركز قلب الهجوم في عالم مستديرة. وعلى مدار 9 مواسم دافع خلالهم عبد الغني عن ألوان قميص حرس الحدود، صال وجال وسجل عددا كبيرا من الأهداف، وصل إلى الرقم 83 على مستوى كل البطولات المحلية والقارية، قبل أن ينتقل بعدها إلى صفوف فريق مصر للمقصة وينهي رحلته الكروية مودعا المستطيل الأخضر في عام 2014. فكر يدي لمين؟ وأحمد عبد الغني الجول الثاني من الهجمة الثانية أو الوحيدة لحرس الحدود في الشوط الثاني. كما كان أحمد عبد الغني أحد النجوم الذين نالوا ثقة المعلم حسن شحاتة بالانضمام لمنتخب مصر في عدة مناسبات، وتمثيل المنتخب الوطني في أكثر من بطولة هامة على رأسها كأس العالم للقارات في جنوب إفريقيا عام 2009. وقرر أحمد عبد الغني توجيه قبلته إلى عالم التدريب بعد الاعتزال، وبعد مسيرة حافلة في الملاعب نال خلالها إشادة الجميع من أنصار الكرة المصرية،
القناص أحمد عبد الغني في ضيافة زملكاوي الليلة لمناقشة ملف تراجع مستوى المهاجمين في الكرة المصرية وندرة الهدافين، والكشف عن كواليس وذكريات من رحلته الطويلة في الملاعب. لا قناص قناص قناص، يعني الاهداف دي بصراحة ما يجيبهاش غير فرود، فعلا عنده موهبة احراز الاهداف، عنده توقع، حسن توقع غير طبيعي. طبعا ما فيش شك بيشرفني في الاستوديو النهاردة نجم من نجوم كرة مصرية ونجم كبير جدا، والفيديو اللي موجود ده او اللي احنا عرضناه من شوية بيدل على ان هو كان قناص فعلا من الفراودة التقال قوي قوي في مصر. معي ومعكم كابتن احمد عبد الغني نجم حرس الحدود والمقصة السابق. كابتن احمد ازيك؟ ازيك كابتن طارق، ازي حضرتك؟ ربنا وحشني والله. ربنا يخليك كابتن. فين من ايام سوهاج سوهاج من زمان قوي. من زمان، فاكر انت؟ طبعا. حبيبي حماده، ربنا يخليك كابتن، منورنا وشرفنا والله. سعيد ان انا مع حضرتك. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ايه الاهداف دي؟ انا بتعلم من حضرتك بقى. لا اتعلم مين يا عم؟ انا غلابه. ما انا من اول اكتشافاتك يعني، من اول الناس اللي طبعا كابتن طارق في البدايه. سعيد طبعا انا مع حضرتك النهارده، وشرف لي ان انا ابقى معاك في قناه النادي اللي انا بنتمي ليه يعني. كان نفسي تلعب في الزمالك انت يا حماده. طبعا. بس انت كنت في حته ما كانش ينفع ان ما ينفعش نهرج فيها. نقرب منها. ما ينفعش نهرج فيها يعني. زملكاوي انت يا ابو حميد. طبعا انا عارف ان انت زملكاوي، بس الناس يعني برضو يعني في احنا. لما الناس عارفه برضو يا كابتن. في ناس كتير عارفه طبعا على الفيسبوك على الصفحات. اكيد في لا بص ما يدل على انك انت زملكاوي. ده انتمائي وفرقتي اللي انا بحبها وبشجعها نادي الزمالك. انا حر في صحيح. في الحاجه اللي انا بحبها، انا بنتمي لنادي الزمالك. في ناس في ناس ما بتكلمش في الحاجات ديت او بتخفي المواضيع انتماءاته زملكاوي او اهلاوي او اي ايا كان ايه، ولكن في انا بعتبرها هي بتبقى شرف لاي حد ان هو يبقى يعني يفصح بالحاجه اللي هو بيحبها او النادي اللي بينتمي ليه. فانا شايفها ان هي بتبقى ايجابيه مش سلبيه يعني. كان نفسك تلعب في الزمالك يا احمد؟ طبعا اكيد. اكيد. مين اصلا مين في مصر ما بيحبش يلعب لنادي الزمالك او يبقى موجود في نادي الزمالك؟ اي لعيب موجود في مصر لو سالته السؤال هيبقى بيتمنى ان هو يلعب في نادي الزمالك. طب ما كانش ما حصلش اي تواصل بينك وبين المسؤولين في على مدار السنين اللي فاتت دي كلها؟ تلعبت 10 سنين او 10 9 مواسم في الدوري الممتاز. هل في حد تواصل معاك ولا ما كانش في حد؟ لا كان في طبعا يا كابتن. كان في محاولات؟ طبعا في. احنا قعدنا حوالي من 2005 ل 2008 2009 استاذ المستشار مرتضى منصور كان هو متولي. برضه مرتضى منصور؟ يعني والله. كان وكان موجود كابتن ايمن يونس وكان بيتواصل معايا بالفعل. يمكن عايز اقول لك كان في محاولات كبيره جدا على مدار 3 سنين ولا حاجه ان انا ابقى موجود في نادي الزمالك. وانا يعني اتكلمت مع الله يرحمه استاذ المشير، كان هو اللي موجود. اتكلمت وقلت له ان انا نفسي العب في نادي الزمالك، لكن في النهايه هو كان بيحافظ على الفرقه وكان صحيح. يعني كان عنده رؤيه مستقبليه. هو زملكاوي الله يرحمه، لكنه كان بينتمي لمؤسسه عسكريه. طبعا. وانتمائه وولائه للمؤسسه العسكريه الله يرحمه شخصيه يعني افتقدناها بشكل كبير، من الشخصيات المحترمه قوي 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 يعني. فهو يعني كان الكلام من سياده المشير كان ان هو يعني كان عنده رؤيه مستقبليه للفرق بالنسبه لفرقه حرس الحدود. هو كان بيزرع فينا ان احنا مش اقل من حد، ان احنا مش اقل من فرق اللي موجوده في الدوري، وهنحقق بطولاته بالفعل. يعني اللي كان بيقوله لنا واللي علمنا اللي اتعلمناه من سياده المشير بالفعل، احنا حققنا 3 بطولات مع نادي حرس الحدود الكبير، وكنا فرقه كبيره جدا، وكانت كل الفرق اللي موجوده في الدوري بتعمل لنا حساب. فهو كان شايف ان احنا كان نحافظ على الفرقه، نحافظ على الاسامي اللي موجوده في الفرقه. كان في اكتر من اسم ممكن يبقى موجود في اهلي وفي زمالك وفي الفرق الكبيره اللي موجوده وفي الاحتراف، ولكن في النهايه هو قال لنا احنا هنشتغل على الفرقه وهنحافظ على الكيان وعلى اللعيبه اللي موجوده عشان نحقق المطلوب. وبالفعل حققنا 3 بطولات. هنتكلم على البطولات طبعا، بس عايز اعرف بدايتك في كره القدم بدات فين وازاي انتقلت من المنيا. كنت في المنيا اعتقد. طبعا. انا ليه حكايه مع احمد عبد الغني لازم اقولها معلش. يعني برضو عمال اقول ايه، ياد ما تقولش لا هقول. يعني انا كنت ماسك سوهاج كان التسعينات.
ولا كانت في الالفيه؟ لا كان 99 2000. ايوه 99 2000. كنت ماسك فرقه سوهاج وانا كنت سعيد بيها جدا، يمكن من الفرق تاني فرقه امسكها كمدير فني. اه طبعا. وكنا بنلعب المنيا في المنيا، وبعدين ايه نزلت الفرقه تسخن ونزل الكابتن احمد افغاني. قلت يا نهار احوز، ده بيلعب ايه يا اولاد ده؟ قال لك ده فيرود. قلت له بس فيرود؟ كان عندي مين؟ ويليام. فاكر ويليام من ساه؟ اه. قلت له بص يا ويليام انا عايزك تكسر الراجل يعني في الكوره يعني مش يعوره. قلت له ما انتوا ما تسيبوش. انا ما اعرفش احمد غني، ما شفتوش، اول مره اشوفه. وبعدين لقيت بقى فيرود عمال يا عم يوقف الكوره كده ومش عارف ايه ويعمل بليسنج كده، واحسن بطن رجلي في مصر. ربنا يخليك. وهيدر لا ده هيتعبنا، الراجل ده هيتعبنا. المهم ايه؟ اكملنا الموسم وانا في ذاكرتي احمد عبد الغني ده، سالت عليه اسمه وكده، قلت احمد عبد الغني ماشي اوكي. وفضلت والله يا جماعه مفتكر افتكر الاسم. اول فرقه في الدوري الممتاز كانت الانتاج الحربي ليا. اتصلت باحمد عبد الغني. واداني حته دين سكينه في قلبي. انا كنت حابب ان احمد عبد الغني ده يبقى معايا في الدكه، حابب ان كنت عامل وفاكره. قعدت ست شهور لغايه لما مسكت الانتاج الحربي في الدوري اول سنه دوري ممتاز. قلت له يا احمد انا عايزك عندي. قال لك كابتن انا اسف انا مضيت في الحرس. وعرفوا منين الحرس؟ هو كنت نصيب فعلا لا نصيب فعلا، وربنا وفاك ربنا وفاك بشكل كبير. بطل بقى جيت مع حضرتك يعني ما زعلتكش برضه. بس انا لحقتك بقى في المقصه، خدتك تاني ست شهور في المقصه كده صح؟ ست شهور لقناعتي بامكانياتك يعني. يا كابتن ده شرف يعني، شرف حبيب. ان انا اتمرنت بدايتك بقى في كره القدم بقى في فين ومين اللي وداك المنيا؟ احكي لي كده قصه بدايتك. البدايه طبعا يعني من 8 سنين الفضل الاول والاخير يرجع ل يعني لوالدي الله يرحمه. الله يرحمه. هو اللي حطيني على المسار، هو اللي حطيني على كان بيلعب كوره والدك ولا ما كانش يشوف الكوره؟ لا كان بيشارك يعني، كان بيلعب، هو بيحب الكوره جدا، زملكاوي جدا 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 ما شاء الله الله يرحمه يعني. الله يرحمه. فهو اللي حطيني على الطريق، هو اللي عرفني يعني ايه كره قدم، هو اللي كان مهتم بيا بكل تفاصيل اللعبه وكل تفاصيل حياتي. يمكن عايز اقول لحضرتك ان انا كانت اوقات كان مختلف عن اولياء الامور الثانيه. يعني انا من 8 سنين كنت بلعب في نادي المنيا، بدات من 8 سنين موجود في نادي المنيا. انت اساسا من المنيا؟ من المنيا اساسا. من 8 سنين موجود في نادي المنيا وبلعب، مريت بكل المراحل السنيه اللي موجوده في الناشئين في نادي المنيا. زي ما بقول لحضرتك هو كان مختلف عن اولياء الامور. كنا زمان كابتن طارق يقول لك لا اتعلم مكان الكوره يعني. الاعلام الاعلام الاول أهم. ابهاتنا كلها كده طبعا. لا هو كان مختلف والله بتكلم بجد يعني، هو كان مختلف. كان يقول لي لا روح التمرين وما تروحش المدرسه، يعني روح التمرين بتاعك وما تروحش المدرسة. هو بقى حاجه مختلفه تماما يا كابتن طارق والله العظيم. هو شايف ان انت لعيب كويس اكيد، هو شايف ان انا هبقى لعيب كويس. صحيح. وما عندوش شك لحظه ان ممكن يبقى يقول لي انا شايفك في الحته دي. انا شايفك ان انت هتبقى في نادي الزمالك. يعني شايفك هتلعب بعد الامور بعد ما تخلص تلعب في المنيا، وبعد ما تلعب في المنيا هتلعب في نادي الزمالك. فهو كان شايف كده طبعا يعني. هو ما لحقنيش وانا للاسف يعني، وانا لعيب كوره وعلى كاحتراف يعني. هو مر بس بعدها باربع خمس سنين وتوفى، فما لحقش يشوفني ان في احتراف وانا بلعب كره القدم يعني باحتراف. بدات في المنيا لعبت درجه اولى 17 سنه مع نادي المنيا. كان اول مدرب ليا كان كابتن موريس توفيق. كان مدربين المشهورين على فكره في الفتره دي. بالظبط كده. طبعا انا فاكره كابتن موريس. فاكره جدا. والكابتن عزيز هما الاثنين كانوا مرتين. والكابتن عزيز برضو فاكره الاسماء دي كانت في المنيا. بالظبط. لان هما صعدوا دوري ممتاز في الفتره دي اعتقد، بالزبط. مش كده برضو؟ كان الكابتن حسن شحاته قبل ما ربنا يديله الصحة الكابتن حسن. ربنا يديله الصحة يعني، يعني بوجه له الشكر يعني. طب قبل ما تكمل القصة دي معانا تليفون، أقول إيه؟ ضرفة تانية. قول ألو. ألو. إزيك يا حبيبي؟ عامل إيه؟ الحمد لله رب العالمين. هتعرف مين ولا لأ؟ إزيك يا روكو؟ هيعرف. كده خلاص عرفته. قال لك يا إيه؟ كده خلاص عرفته. يا إيه؟ يا إيه يا غضنفر؟ الغضا لا هو الغضنفر. يا إيه؟ روكو دي لها حكايه كانت. ايه بقى روكو دي؟ انا عايز اعرف، ما لازم نعرف روكو دي. لا مش هينفع، ما ينفعش. بعد الهوا بقى، بعد الهوا نعرف روكو دي ايه. ابو حميد معانا طبعا، نجم مصر ونادي الزمالك
وهداف قدير بدرجه قدير جدا، ونفس القطعيه برضو كده بتاعت احمد عبد الغني احمد جعفر. ازيك يا ابو حميد من الامارات؟ بس هو احرف شويه كده. مين؟ احمد احرف شويه. لا كابتن مصري انت كبير الهدافين يا كابتن عبد الغني. اتعلم منك يا كابتن. ربنا يخليك يا ابو حميد حبيبي. حبيبي ايسر الكره مصري. حبيبي يا جعفر وحشني جدا جدا، ومتابع الحاجات الحلوه اللي بتعملها في الامارات، واتكلم سامح اسماعيل عليك بشكل جيد. قول لي اخبارك ايه دلوقتي، يعني مرنت بقى وشافيت من الاصابه وهتخش بقى كده ولا ايه؟ اه الحمد لله كابتن، الحمد لله كنت جاي الحمد لله يعني جاهز بشكل كويس. فانا جيت دخلت على طول على ماتش ود كده مع الحمريه، كان مسؤولهم كان فريق استاد محمد صديق. الحمد لله عملنا اداء كويس، خسرنا بس الحمد لله كان ادائنا كويس. بعدها لعبنا يعني الفريق المتصدر للدرجه الاولى هنا دبل الفجيره، كسبناهم 2-1. فيمكن يعني اتعورنا كده في اخر الماتش، بس الحمد لله يعني الحمد لله عدت على خير الحمد لله. تجربة انك ترجع الملاعب تاني يا ابو حميد، طبعا انت ما بعدتش عنها، ولكن يعني انك يعني ناس كتيرة جدا، كنت اخر نادي كان اعتقد زد مش كده؟ زد الموسم اللي هو ده اللي احنا فيه ولا اللي فات؟ لا اللي احنا فيه. لا الموسم ده، لا الموسم ده انا عملت ماتش معاهم بدأت معاهم. بدأت معاهم حتى شوية مشاكل، شوية مشاكل كده، لكن هم حتى كانوا مشوا الفرقة شفت اغلبيتها وكده، وانا الوحيد اللي تقريبا قعدت يعني. انا كنت الحمد لله رب العالمين عامل موسم كويس قوي معاهم يعني. صحيح. الحمد لله رب العالمين انا ودودار واللعيبه الكبيره كانت موجوده، عملنا موسم كويس معاهم وادينا بشكل كويس يعني. فكره انتقالك للزمالك به في الامارات جت ازاي؟ والله لما مشيت من بيت ده كابتن خلاص الامور قربت تقفل يعني، فسمعت يعني ان في نادي يعني سلو عمرو هيفتح نادي في الامارات وكده، فعرفت ان كابتن ايمن مشرف على الكوره، طبعا كابتن ايمن اخوه يعني وحبيبه، وانا طبعا طلعت على ايده في نادي الزمالك يعني، فكلمته يا كابتن وقلت له، قال لي خلاص ماشي هشوف كده، والحمد لله خلصها لي يعني. كابتن سامح برضه طبعا كابتن ايمن كلمه كده، كابتن سامح كان مرحب جدا بشكل كويس يعني، ويمكن هي جت عن الطريق ده. اكيد انت لعيب كبير وهتضيف للزمالك ان شاء الله في الامارات باذن الله. انا طبعا ما ينفعش يبقى معايا اقول ايه؟ عشان ما اغلطش بس لا اقول اي حاجه. لا 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 يعني من افضل الفراوده في مصر احمد جعفر واحمد عبد الغني. اخد رايكم يعني ليه دلوقتي احنا موضوع الفراوده في مصر قل بشكل كبير؟ ايه السبب يا احمد؟ انا اقول لحضرتك يا كابتن، بص وهفضل اتكلم في الموضوع ده يعني لحد ما يشوفوا له حل. قول يا حبيبي. اعتماد الفرق الكبيره في مصر دلوقتي على الفراوده تيجي بره من بره مصر بقى بشكل اساسي، والنهارده ما بيستناش على فيرو طالع صغير من تحت يديله الثقه ويديله الدعم ويديله انه يلعب ويديله، وحتى لو هيطلعه اعاره ما عندوش مشكله، بس يرجعه تاني يكتسب خبرات. النهارده الفرق الكبيره كلها بتعتمد يا كابتن على الماده، عايز يشتري فيرو جاهز من بره، فده يمكن اللي مأثر بشكل كبير جدا. النهارده انت لو عديت الفراوده اللي في مصر مش تعد 3-4 حتى، ويعني مش اللي هو كمان مش اللي هو زي زمان بقى 2010 كنت تلاقي في كل فرقة كابتن اتحاد كنت ماسك المقصة ومسكت الانتاج، ويعني عندك خبرات كتيرة جدا في الاندية المصرية، كل ما تروح فرقة تلاقي ثلاث اربع فراودة ما شاء الله في كل نادي. صح. يعني انت لما تمسك حرس الحدود مثلا كان عندك عبد الغني وعيد وميسي وكابتن بسيوني، يعني ما شاء الله كان عندك حضرتك في المقصة يبقى حضرتك لعيبة كبير، لعيبة كتير جدا، كان عندك حسين حمدي وكان عندك فراودة ما شاء الله. صحيح. عندك في ام كان رؤوف وعبد الظاهر، في الاهلي مش عايزين نحد، في الزمالك مش عايزين، لا كان في كل نادي تلاقي ثلاث اربع فراودة ما شاء الله يعني ماشيين بشكل كويس جدا. وحتى لما كان كابتن حسن شحاته مثلا كان بيحتار يختار مين ولا مين، كان الموضوع صحيح. الموضوع كان بالنسبه له كان بيبقى صعب الحته اللي قدام، فيمكن هو اعتماد بس الانديه دلوقتي النهارده على اللعيبه المحترفه بشكل كبير، هو ده اللي شويه يعني. بنسمع راي احمد عبد الغني بقى في القصه دي، هل انت رايك من راي احمد جعفر؟ والله انا اوافقه طبعا يا كابتن في حاجات كتير جدا، يعني زي ما احمد اتكلم المشكله عندنا يا كابتن دلوقتي ان مفيش صناعه هداف او صناعه راس حربه موجوده في مصر. احنا كان عندنا تجربه قبل كده زمان لما جم خدوا قرار ان حراس المرمى الاجانب ما يبقوش موجودين في الانديه، عملنا قاعده من حراسه المرمى كبيره جدا. بالظبط. وعندنا دلوقتي اكتر من اربعه خمسه على مستوى عالي جدا في حراسه المرمى،
موجودين يشيلوا منتخب مصر. نتكلم في ابو جبل، نتكلم في الشناوي، نتكلم في كتير في الشناوي الثاني، نتكلم في ناس كتيره، في عامر، في يعني لو قعدنا نعد حراس المرمى ده صبح يا كابتن عبد الغني كمان محمد صبحي الله ينور عليك حارس برافو عليك روعه بصراحه برافو عليك يعني محمد صبحي صح الحراس اللي عامله موسم هايل يعني وجاد امبي كمان وجاد امبي برافو عليك من حراس المرمى فعلا انت من رايك ان اللاعب الاجنبي رايك راي احمد عبد الغني برضو اللاعب الاجنبي بيعطل طبعا طلوع لاعب مصري ممكن جدا يبقى عنده افضل كابتن اكبر دليل احنا موجود زي ما قلت لك التجربه اثبتت ان احنا لما قلنا حراس المرمى عندنا قاعده كبيره جدا من حراس المرمى كويسه في مصر احنا في يعني بقالنا فتره كبيره بنيجي نتكلم على الفروده اللي موجوده في مصر المصريين بنقول ايه مش هنقدر نعد ثلاثه هنقول مصطفى شريف وكان التالت بتاعهم حسام حسن لما راح النادي الاهلي اساسا دلوقتي الراجل قاعد على الدكه حتى انا خسرته كمنتخب مصر كنت ممكن افكر فيه عشان موجودين ناس فراوده اجانب او الراجل بيعتمد على محمد شريف او ايا كان فانت برضو عطلت حط القاعده بقيت تضيقها ما بقتش توسعها صحيح فاحنا لازم نعتمد يعني انا اوافق احمد جدا ان اللعيبه المحترفه في مصر الفراوده دلوقتي اي فرقه في الدوري المصري بتقول اول حاجه بيفكر فيها راس حربه اجنبي جعفر مين اللي اطلق عليك غضنفر؟ بأمارة ايه يعني عايز اعرف؟ لا والله لا كابتن طارق كابتن طارق ده لازم العبك على هوا برضه يا غضنفر يعني حبيبي ايه لا كابتن مدحت شلبي في ماتش الاهلي ده جبت جون بالدماغي ده في اول ثانيه كده في اول دقيقه قال الغضنفر غضنفر يا اسد انا عمري ما انسى ماتش بتروجيت يا جعفر كابتن المقصه كابتن كنت حضرتك ماسك المقصه برضه لا اللي بدماغه اللي بدماغه دماغه ده جاب فيا جونين ده جاب فيا جونين انا كسبان الزمالك كانت 3-1 ولا لا كان 2-0 ماتش 3-3 ولا ماتش 3-3 جاب جون اوف سايد اسمع بس اقول لك عليه جون اوف سايد جون اوف سايد فعلا بس الجون الثاني كان عالمي بصراحه يعني انا سقفت لك بس في قلبي من جوه لا فعلا يعني ماتش بتروجيت ده كمان يا جعفر احنا كنا قاعدين خلاص بنلم الورق وخلاص الثلاثه بونت راحوا هدي بقى الخبرات بقى كانت بتلم الورق قبل الماتش يخلص زعلت ازاي بقى كان زعلان من مشدود كابتن صعب قوي بصراحه يعني عليك قوي كنا خسرانين 1-0 وكان خلاص الدقيقه 90 بالظبط واربع دقائق وقت ضايع فانت محتاج تقول يعني على الاقل تعادل بعد كده تفكر فيها يعني برافو عليك يعني جت عند ربنا كده ان احنا جبنا التعادل في الدقيقه 91 وكسبنا في الدقيقه 92 وكنا جايبين الجون الثاني والله انا عارف هو معانا الماتش معانا على الهوا الماتش اهو يا جعفر فاكر الماتش كابتن ده كان يا جماعه وبعدين التيم بتروجيت كان ساعتها بقى تيم ايه وانا قاعد بقى بتفرج على الماتش ده اقول لك يا كابتن طارق يعني يا كابتن طارق تعملها معانا يا كابتن طارق تعملها معانا ماتش المقصه انا بعمل كده ما هعمل ايه لا بس الماتش ده فعلا جعفر يعني ما شاء الله يعني شيكا طبعا عاملها لك ايه لوز يا حبيبي شيكا كان فيه برضه وانت يا كابتن كنت مظبط مع الباكات بقى بديها فلوس يعني ايه بيظبط مع الباكات بيديهم بيديهم لا, لا 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 انت كنت جميل ولاعيب مميز جعفر انت جامد يا احمد وانا كنت يعني فعلا من الفراوده اللي نادرا وقلما تلاقيهم في منتخب مصر ونادي الزمالك طبعا اكيد يعني ربنا يخليك كابتن وطبعا مش عايز انسى طبعا دور الكابتن سامح اسماعيل بصراحه معانا في الفرقه عامل فريق محترم وتيم محترم ربنا يكرمكم يعني الحمد لله حاسين بقيمه الاسم نفسه كابتن اسم نادي الزمالك انه تقيل على اللعيبه كمان فحاسين بقيمته قوي هنا ف سامح ربنا يكرمه ويوفقه معانا الراجل عامل شغل محترم جدا يعني وان شاء الله نبقى ان شاء الله عند حسن الظن كده ونعلي اسم الزمالك دايما باذن الله سامح دماغ لا ما شاء الله من المدربين يعني غضنفر بقى يعني رسالتك لعيبه الزمالك بصفه عامه والفراوده بصفه خاصه بص يا كابتن هو دايما نادي الزمالك يعني بيتعرض لضغوطات كتير جدا يعني دايما يعني طول حياتنا يعني حتى كام سنه الواحد لعبهم في نادي الزمالك 8 سنين دايما الزمالك تحت ضغط الجماهير لان طبعا انت بتلعب في نادي كتير مبسوط دايما بالبطولات انا هو يعني خلاص احنا خرجنا من البطوله بطوله افريقيا يعني يعني خلاص تقريبا شبه محسوم فاحنا عايزين بقى نركز في الدوري نركز في الدوري انت لازم السنه دي على الاقل تفرح جمهورك
مش اقل من بطولتين او ثلاثه. صحيح. يعني لو انا ابسط الامور كانت لازم تاخد الدوري، لازم تعوض النادي ده او الجمهور ده عن بطوله افريقيا، خلاص انت اوريدي خلاص خرجت منها، فلازم تعوضهم على الاقل في الدوري اللي هو انت خدته السنه اللي فاتت، فلازم تحافظ عليه بشكل كبير جدا. فان شاء الله باذن الله، يعني انا حاسس ان لعيبه رجاله يعني اكيد هيجوا بعد الموقف اللي حصل الاخير بتاع بطوله افريقيا ده باذن الله. يعني غضنفر الكره المصريه، المشاكل اللي في النادي تعدى على فين؟ ايه يا حبيبي؟ بقول ده المشاكل اللي في النادي دي خلاص بس تعدى على فين كده؟ حوار اللعيبه. لا ان شاء الله تعدي باذن الله، تعدي ان شاء الله، تعدي ان شاء الله باذن الله. معانا مجلس اداره محترم وقادر ان هو يعيد مره اخرى الزمالك لمنصات التتويج باذن الله. هو كابتن اللي حصل في النادي السنه اللي فاتت بصراحه يعني حصل في اي نادي في العالم، اقسم بالله ما يتقابلوا هما يعني بجد. برافو عليك. صح. لمشاكل اه والله. لمشاكل صح. اي نادي في الدنيا هيقعد له على الاقل 3-4 سنين عشان يفوز. صحيح. غضنفر الكره المصريه بشكرك كابتن احمد جعفر، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، ومنتظرين بقى ان انت تكسر الدنيا في الرباط ان شاء الله باذن الله وتصعدوا. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد جعفر نجم مصر نادي الزمالك السابق. نطلع لفاصل ونيجي بقى نتكلم على احمد الافغاني ونشوف الاهداف اللي انت جبتها. ده انا معايا احصائيه، معرفش تعرفها ولا لا. لا عارف طبعا. احصائيه اكيد عارفها، بس احصائيه قالها لي فريق الاعداد. انا مساء يعني اول مره اعرفها، بس هنقولها على الهوا بقى للاسف. بس لما نيجي للكلام هنتكلم بقى. تمام. نطلع لفاصل ونرجع نستمتع بالكابتن احمد عبد الغني ان شاء الله بعد الفاصل.
اهلا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وما زلنا مع نجم الليله كابتن احمد عبد الغني هداف الكونفدراليات. انت بتتكلم بجد؟ حلوه دي جد. يعني سيره الجمع. ما هو يعني الكونفدراليات كلها انت هدافها 21 جون. الاستاذ خالد ابو العيون ومحمد كارم في الاعداد دلوقتي رئيس تحرير وخالد ابو العيون قالوا لي ان انت هداف الكونفدراليه في قاره افريقيا كلها، يعني ما حدش جاب 21 جون دي. لسه ما حدش عدى. بتتكلم بجد؟ ليه بقى انت لعبت كم بطوله في عشان تجيب 21 جون؟ اربعه بس يا جدع. اربع بطولات بس وجبت 21 جون؟ اربع مشاركات يعني. مع حرس حدود. مع حرس حدود كلهم 21 جون. دي معلومه جديده، دي اول مره اعرفها بصراحه يعني. طبعا يعني يا كابتن بص للاسف يعني طبعا ده لو لعيب في الزمالك ولا الاهلي كانت زي ما حضرتك قلت يعني هو للاسف ان في مصر الموضوع بيدار بنواحي تانية وبمعايير تانية. لو انت بتتكلم في ان لعيب يبقى بيلعب في نادي، طبعا كل الاحترام والتقدير وشرف ليا ان انا لبست تيشيرت نادي حرس الحدود، لكن انا بتكلم في الاسم، في الاسم طبعًا. الاسم اهلي زمالك، فرق جماهيريه كبيره لها اسمها. هذا لا يقلل من لا خالص، بالعكس حرس الحدود تيم احنا بنحبه وبنعشقه يعني. حرس الحدود شرف طبعًا. لاي حد، فان هو يبقى هداف الكونفدراليه على مر التاريخ، ان هو يبقى الهداف التاريخي للكونفدراليه. الهداف التاريخي زي ما الهداف التاريخي لنادي حرس الحدود او الهداف التاريخي لنادي الزمالك او الهداف التاريخي لنادي الاهلي مثلا. دي في كل المحافل وفي كل يعني عايز اقول لك في كل المناسبات يا كابتن بيبقى اللعيب ده لازم يبقى موجود ولازم يبقى صح. الناس شايفاه وبيتكلموا عليه بشكل كبير جدا، لكن انت بتتكلم النهارده في اهلي وزمالك، لو كان اللعيب ده في اهلي او في زمالك كانت الدنيا الكره المصريه قامت وما قعدتش. طب سؤال، هل الكاف ما كرمكش؟ هل الكاف ما بعتش اي حاجه؟ ولا اي الله ازاي يعني ولا اي حاجه يعني. وانا مش مستني ده كابتن. انا مش بتكلم انت مستني. انا مش ما هو انا لازم جرت العاده يا كابتن احمد، لازم التقدير في اي ايفنت اي احتفاليه للكاف بيجيب مثلا هداف التاريخي، بيجيب مثلا لاعب مش عارف احسن لاعب يعني حتى في القرعه في القرعه اللعيب الاكثر مشاركه في يعني العالم. القرعه مثلا بتاعت الكونفدراليه دي زي ما الناس بتعمل في اوروبا كلها كاتب. ما احنا بنشوف في اوروبا بيجيبوا نجوم اكبر مشاركات للاعيب الفلاني شارك في بطوله كاس العالم ما بيجيبوه هو يبقى في الشامبيون بيبقى كده في كل ده الطبيعي. وليه الاعلام او الوسائل الاعلام ما تناولتش هذا الخبر بـ 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 باستفاضه؟ لا يا كابتن هم 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 عارفين ولا مش عارفين؟ والله بص اكيد المعلومه يعني يمكن حضرتك من اول الناس اللي قلتها المعلومه ولكن هي عند ناس يعني عند ناس كتيره موجوده، ولكن في النهايه زي ما قلت لحضرتك انا مش مستني التكريم من اتحاد افريقي او من لازم التكريم يجي من بلدي الاول او لازم الكلام مش محتاج اي حاجه تانية. انا محتاج ان هو التكريم المعنوي المعنوي ان هم لما يجي حضرتك وبيديك حقك، انا ما بقولش اديني اكتر من حق لان دي حاجه بالفعل ده حدث انا عملته. يعني زي ما حضرتك لعبت كاس عالم، لما اجي اقول كابتن طارق لعب كاس عالم فانا بديك حقك، ما بقولش يعني ما بقولش حاجه ما اتعملتش او حاجه مش موجوده. صحيح. فلازم التكريم يبقى موجود من هنا من بلدي من الاول. طبعا اهلي وزمالك ما هو لعبوا في البطوله وخدوا البطوله، المفروض ان انا كنت ابقى موجود على الاقل يا كابتن في تحليل مباريات الكونفدراليه. الفترة كانت من امتى لامتى يا احمد اللي هي الكونفدرالية؟ احنا كنا من سنة كام لسنة كام؟ من 2005 ل 2009. ده كان في هدافين معاك جامدين جدا في الفترة جداً دي يا ابني. جدا جدا يا كابتن، انا عايز اقول لحضرتك على حاجة لو ذكرتها. حسام حسن كان موجود مش كده اعتقد. كابتن لو قلت لك لو قلت لحضرتك الهدافين اللي موجودين في مصر في التوقيت ده. قول لي. ناس كتيرة جدا يا كابتن في كل فرقة هنقعد نتكلم على عمرو زكي عماد متعب. أيوة. عمرو زكي عماد متعب، مجدي عبد القاطي، احمد حسن، كابتن حسام حسن، عبد الظاهر، مش عارف مين، بص ناس كتير قوي، عبد الحليم، كابتن عبد الحليم علي. علي هداف التاريخي للزمالك. انا بقول بص يا كابتن لا ناس كتير قوي في الفتره دي وناس احنا هنا في قناه الزمالك القينا الضوء اهو والدور الباقي بقى على اتحاد الكوره الكاف لان هي معلومه الحقيقه قد تكون غايبه عن بعض الناس، ولكن هي قيمه يعني. تخيل انت مثلا هداف التاريخ لدوري الابطال بالظبط مثلا، ما هي هي ما دي بطوله هي نفس تحت رايه الاتحاد الافريقي، ودي تحت رايه هداف قاره افريقيا في بطولات الكونفدراليه بالظبط، هداف قاره افريقيا
قارة افريقيا كلها يا جماعه، مش مصر بس، في دوري الابطال. كابتن، هو المشكله زي ما حضرتك بتقول ان ده الناس ما فكرتش انها ممكن تبقى، انت عندك البطوله دي بتبقى موجوده، بيبقى في فرق مصريه مشاركه فيها. كانت اول بطوله يعني من الفرق المصريه، النادي الاهلي خد البطوله دي مره، والنادي الزمالك خدها مره في تاريخهم يعني، وما كانش في فرق مصريه خدت البطوله ديت على مر التاريخ قبل كده. تفتكر كام مباراه لعبتها في الكونفدراليه يا احمد؟ يعني ولا صعب؟ لا هقول لحضرتك يعني، استاذ خالد ابو عيون ومحمد كارم ممكن يجيبوها دلوقتي. هقول لحضرتك الحقيقه، يعني قولوا لنا كام ماتش. في احنا في نسخه وصلنا فيها لدور المجموعات، لعبنا اربع ماتشات واربعه ثمان مباريات، يعني هتكلم في حوالي 20 مباراه واحده كده، يعني معدل كل مباراه جون جون وكورنر 18 20 مباراه كده. لا ما شاء الله، والله يعني حاجه جميله جدا، و و و و وشرف ليك ربنا يخليك ان انت تكون هداف قاره افريقيا في كل بطوله. الفتره انت بطلت فيها بقى اللي انت بطلت فيها لغايه دلوقتي، ما حدش عدى الرقم ده خالص. لا ما حدش عدى الرقم، مع ان الماتشات كترت شويه. يا ما يعديش ان شاء الله، خليك زي مجدي عبد الغني كده. ايوه لغايه لما محمد صلاح كسر. لا يعني انت الفتره طويله فاهمني يعني. طبعا انا سبع سنين دلوقتي مبطل. سبع سنين فتره كبيره جدا. يعني الفتره كبيره، وحتى لما كنت بلعب برضه الفتره كبيره جدا. هي ممكن بس اللي كان ساعدني شويه ان انا مع حرس الحدود الاربع نسخ انا كنت موجود مع النادي. فرقت معاك. فالنادي حرس الحدود كان بيعتمد عليه بشكل كبير، وكابتن طارق العاشر كان، وكابتن حلمي طولان طبعا بوجه لهم الشكر. دول اللي بالمروك بس في الحرس. انت كنت مع طارق وحلمي. كابتن حلمي الاول، وبعد كده كابتن طارق. الاثنين مدربين كبار جدا يعني. انا سعيد ان انا اتمرنت معاهم وتعلمت منهم حاجات كتير جدا يعني. فيمكن الفترة اللي انا كنت موجود معاها في حرس الحدود هي اللي خلتني اوصل للرقم دوت يا كابتن، عشان كنت موجود في استقرار وفي امان في النادي. صحيح. انا كنت بشارك بشكل اساسي مع النادي. ممكن اللعيبة تانية بتلعب سنة سنتين وتروح فرق تانية. ايه الاجواء اللي كانت موجودة في حرس الحدود عشان تحقق هذه البطولات؟ انت خدت كاس مصر مع الحرس مرتين اعتقد. اتنين كاس وسوبر. وسوبر. سوبر مصري. طبعا. من كاس من انبي، وكاس من نهائي مع انبي، والتاني نهائي مع مين؟ مع اهلي، وسوبر مع اهلي. الاثنين مع الاهلي، وخدت ما شاء الله يعني انت واخد بطولتين من النادي الاهلي. ايه؟ نهائي كاس وسوبر في شهرين. كاس وسوبر في شهرين. يعني وقبليها كاس مع قصاد انبي. قصاد انبي. لا يعني فعلا ازاي بقى قدرتوا تحققوا هذه البطولات؟ ايه الاجواء اللي كانت موجوده في حرس الحدود وقتها عشان تحقق هذه البطولات يا احمد؟ شوف كابتن، هقول لحضرتك على حاجه. احنا من البدايه، كنا كابتن حلمي طولان جاب مجموعه لعيبه صغيره في السن. جاب احمد عبد الغني، جاب احمد عيد، جاب عبد السلام نجاح، جاب هاني سعيد، جاب الهردة، جاب مكي. جاب كل الناس ديت وهي لسه كانت زي ما حضرتك كده، ايه، كنت في سوهاج وانا كنت بلعب في فرقه ثانيه. فهو قدر يجمع يجمع لعيبه صغيره في السن ولاعيبه في فرقها مهمه جدا وكويسه جدا يا كابتن طارق. صحيح. فهو قدر يعمل توليفه واشتغل ونستمتع بالاهداف وانت بتتكلم بقى يا كابتن. واشترك واشتغل معانا يعني، اشتغل معانا يا كابتن على ان احنا نحقق صحيح حاجه مهمه في الكره المصريه، او نعمل طفره في الكره المصريه. في الكره المصريه واشتغل معانا على ده، وكنا احنا بالفعل احنا متعطشين لان احنا نبقى نجيب بطوله. فهو بنى فرقه قويه جدا. بعد كده تولى المسؤوليه كابتن طارق العشري بعد كابتن حلمي. كانت اللعيبه اللي كابتن حلمي جايبها صغير استوت بلغه الكوره يعني. استوت وتقلت في الملعب. لعبنا 3 4 سنين مع كابتن حلمي وتعلمهم. طبعا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، كابتن حلمي وكابتن طارق انت بتتكلم في مدرستين ملوك الانضباط التكتيكي جوه الملعب. ايه يعني حاجه كده؟ انت بتتكلم في انضباط تكتيكي جوه الملعب. يعني من الناس اللي كابتن حلمي بيعملها بشكل كبير جدا وكابتن طارق. فاشتغلنا على ده مع مسانده من الاداره ومن الناس المسؤوله. اداره مهمه جدا في الوقت ده طبعا. المساندة قويه جدا، مهمه جدا طبعا. سياده المشير وكان سياده اللواء عبد الرحيم الله يرحمه. كانوا بص يا كابتن طارق، عايز اقول لحضرتك على حاجه.
كل ما يتعلق بكرة القدم أو بالرياضة هو بيوفره. موضوع المنتخب بالنسبة لك، يعني هل أنت شايف أنت يعني ما خدتش حقك برغم الإنجازات اللي اتحققت في الفترة بتاعت 2005 ل 2000 وكام؟ من 2005 ل 2010. 2010 خمس سنين دول انضمت للمنتخب مع كابتن حسن طول الوقت أعتقد. طول الوقت طول الوقت مع كابتن حسن من أول ما رحت بعد ما الكابتن حسن مشي الفترة بقى اللي بعد كده. لا خلاص، ما هو أنا كان آخر وقت ليا أنا رحت حرس الحدود 2003 2004 كان أول تولي كابتن حسن المهمة لمنتخب مصر. أول تجمع لمنتخب مصر أنا رحت مع الكابتن حسن وفضلت معاه لغايه بطوله القارات، كانت اخر حاجه ليا بطوله القارات 2009 كاس القارات، كاس عالم للقارات. انا شايف ان انا ما اتظلمتش، بالعكس يعني انا خدت وقتي او خدت حظي من الكوره، مش مظلوم خالص، لان كان في لعيبه كابتن طارق كان في الوقت اللي انا كنت فيه لو انا ما عنديش شغف وما عنديش طموحات وما عنديش ان انا ابقى موجود ان انا اعمل طفره في الكوره المصريه، كان ممكن اللعيب يبقى يقول لك الحمد لله انا رحت منتخب مصر. مين الفيرود اللي بيعجبك يا احمد دلوقتي؟ في الوقت دلوقتي؟ اللي هو ايه تقول ده فيرود فيرود. بس انا بيعجبني جدا في فيرود في الدوري المصري شادي حسين بتاع سيراميكا. بتاع سيراميكا. بيعجبني جدا فيرود. الفيرود يا كابتن عندك هي امكانيات فيرود، يعني يعرف يجيب جول لما يجي له ثلاث اربع فرص، ممكن لو جاله اربع فرص يجيب منهم ثلاثه، يجيب منهم اثنين مقبول مش سيء، لكن ما يجيبش اقل من كده. فيرود بيعرف يتصرف جوه ال 18 اساسا، لما يتحط في الموقف يعرف يتصرف في الموقف اللي هو فيه. فانا شايف ان شادي يعني كان بيعجبني حسام حسن طبعا الفتره ديت هو ما يعني ما بيلعبش بشكل مستمر مع النادي الاهلي قاعد. يعني كان بيعجبني باسم مرسي، باسم من الفراوده بتعرف تجيب جوه ال 18 يعني صحيح. بيعرف يشتغل ممكن بره ال 18 مش او بره الصندوق، هو ده مش مطلوب منه، مش محطه، هو جوه الصندوق، هو بيعرف يتصرف جوه ال 18 بيعرف يجيب جول يعني بيعرف يخلق لنفسه المساحه. ما هو ده مهم جدا يا كابتن في الفيرود، الوقت يعني الوقت والمساحه، الزمن والمساحه لازم هو اساسا يشتغل، ولازم يبقى مركز طول الوقت طول الوقت في المباراه، حتى لو هو ما بيجليش كوره او ما بيلعبش او الفرقه ما بتساعدوش في ال 18، هو لازم كل كره بتتلعب او في كل هجمه تواجد فيها جوه ال 18 هو يشتغل الشغل بتاعه، يختار المكان اللي يعرف يجيب منه جول، وده مهم جدا في الفيرود. يعني دايما كنت حتى الناس الفراوده اللي بتبقى موجوده معايا دايما اقول لهم كده، اختار المكان لما الكره تجي لك فيه تعرف تجيب جول سهل. ايه رايك في الدوري العام؟ مستوى اللعيبه، مستوى التنظيم برضو مهم جدا. لا يعني اعتقد ان التنظيم الى حد ما مش سيء. رابطه الانديه عملت شغل كويس في اذاعه المباريات، في التغطيه، في الحاجات اللي هم بيشتغلوا في التصوير، في الكلام دوت. اعتقد ان هم حتى كمان جايين يعني جايين في ان هم يعملوا حاجات مهمه. لما عملوا كاس الرابطه ده برضو كان مهم جدا في التوقيت بتاعه كويس، فانا بشكرهم على ده. الفروق مش كبيره يا كابتن طارق، الفروق مش كبيره جدا في الدوري، قريبه جدا من بعض، يعني قريبه جدا من بعض. كوره مش هتقدر تقول الفرقه اللي هي مفيش جاب ما بين الفرق وبعضها، كبير جدا يعني فروق قليله. والدليل ان انت النهارده ما بتعرفش اي فرقه بتلعب الفرقه الثانيه، مفيش توقع للنتيجه. النهارده الاتحاد بيكسب محله بيكسب سيراميكا بيكسب المقاولين بيكسب كده. طيب حد تفسر بايه وجود ثلاث فرق كبار جدا، اسماء كبيره، الاسماعيلي، مقاولين، مقصه، في دايره الهبوط؟ ايه السبب من وجهه نظرك اللي خلى الانديه دي تتاخر برغم انها كانت انديه في المقدمه منذ فتره؟ يعني شوف اقول لحضرتك حاجه، رقم واحد في الموضوع ده كابتن حضرتك توافقنا عليه، خلينا نتفق ان الكوره فلوس. يعني الكوره فلوس، امكانيات يعني امكانيات تمام، فلوس تتمثل فيها الفلوس. يعني في النهارده انا عندي امكانيات هصرف، لازم اصرف على فرقه كويس جدا. ثلاث فرق اللي حضرتك ذكرتهم بنقول النهارده الاسماعيلي صح؟ اسماعيلي ومقصه بعد ما الشركه واللي حصل في الشركه ومش عارف ايه والمواضيع الداخليه يعني بتاعتهم والنادي اتغير، وهو النهارده الراجل بيقول لك اعلى عقد في النادي 500,000 جنيه.
فالنهارده دي مش كوره، النهارده في لعيبه بتاخد ما شاء الله صحيح ارقام كبيره جدا، فبيجيب لعيب على قد بيجيب لعيب على قد على قد امكانياته على قد، بس ماشيين مش وحش يعني، هم بيعانوا لكن بيعاني عندهم روح، هيفضل يعاني. وهو النهارده اساسا العنصر الوحيد اللي موجود عنده هو عنصر الروح، القتال في الملعب، ولو فقده شويه مش هيفضل طول الوقت هيبقى ده عنده، صحيح مش هيقدر يحافظ عليه، لانه في النهايه هيبص فرقه زي مثلا الاسماعيلي، المقاولين لسه كسبان الماتش اللي فات، طلع شويه كان برضو في دايره الهبوط شويه لكن هنا في امكانيات. وانا اقول لحضرتك على حاجه، انا ذكرت اول نقطه، النقطه الثانيه عدم استقرار الاجهزه الفنيه اللي موجوده في الانديه. صحيح. انت النهارده بتعمل مشروع، انت النهارده يعني طبعا يعني بالنسبه للنادي الاسماعيلي، بما ان احنا اتكلمنا يعني عن النادي الاسماعيلي، كابتن طلعت يوسف كان ماسك الاسماعيلي في البدايه، الراجل رئيس النادي اول ما جه قال انا بديك فرصه الماتش الجاي. طب مش كوره. طب عندي سؤال قبل ما نخش على اسئله على السبوره، سؤال مهم واخد رايك فيه برضو يا احمد، وملف التجديدات في نادي الزمالك والقرارات التاريخيه اللي قالها مصطفى مرتضى ورفضوا القصه اللي دارت دي من بعض اللعيبه، وفي نفس الوقت برضو الراجل عارض مبالغ مش وحشه على اللعيبه يعني، في لعيبه بقى يعني عندها بقى حاجات مراوغه كده عايزه ترقصنا وكده يعني، لكن انت شايف ملف التجديدات ده وليه دايما نادي الزمالك بيكتر الكلام على اللعيبه لما تيجي تجدد؟ في انديه تانية مثلا احمد الغني بيلعب في سيم الانديه محدش بيتكلم عليه، لكن في الزمالك تلاقي السبوت عليه طبيعي يعني. طبيعي، ما انت منافس مباشر يعني، انت راجل دلوقتي منافس مباشر، فانا طبيعي ان يحصل بلبله ويحصل ضجه ويحصل كلام ويحصل مناوشات ويحصل خلل تشتيت الفكر يعني. تشتيت وانت تشتت الفكر، وان انت تخلي اللعيبه مقصود يعني قصدك يعني مش عايز اقول ان هو مقصود، لكن احنا الكلام دوت عدى علينا كتير جدا وعارفينه يعني كابتن تو وفاهمينه، ولاعيبه اكتر من 3-4 لعيبه مهمين جدا انت بتتكلم وبتشتت وعنده مش عارف فين وعنده ايه وعنده ايه، فده سبب من الاسباب. السبب الثاني زي ما حضرتك قلت، يمكن انا موافق جدا وعايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. اتفضل. اللعيبه اللي موجوده انها تجدد مع نادي الزمالك لعيبه مهمه. يعني لعيبه مهمه، واتمنى ان هي تبقى موجوده. اتمنى انها تبقى موجوده في نادي الزمالك. تمام. ولكن مش بشروطهم. ايوه. يعني مش بالشروط اللي هم او بالطريقه اللي هم بيتكلموا بيها او بالطريقه اللي هم بيفتعلوها، لان نادي الزمالك نادي كبير جدا جدا، ومفيش اي نادي في العالم بيتاثر بالعيب. ولو جيت حضرتك قلت لي النهارده، يمكن احمد لما دخل معانا في المداخله قال لك لازم ناخد الدوري هو البديل عشان طلعنا من افريقيا. صحيح. لا انا بقول لك يا احمد ممكن اختلف معاك، انا مش مهم عندي الدوري السنه دي، بس مهم عندي ان انا اعمل فريق واعمل كيان للفرقه واعمل شخصيه للفرقه ممكن تبقى بعد كده تفيدني 4-5 سنين لقدام. اللي عايز يجدد مع نادي الزمالك شرف ليه ان هو يجدد لنادي الزمالك. اللي مش عايز يجدد لنادي الزمالك يتفضل شكرا وهنجيب احسن منه. والتجربه عندنا موجوده، مش عايز اذكر اسماء، في لعيبه كانت موجودة يعني، عايز اقول لحضرتك يمكن هنقول في النهاية مش هقول لك انتهت، ولكن واحنا حيناها. نادي الزمالك حياة، تيشيرت نادي الزمالك حياة، وانا مش بقول كده عشان انا زملكاوي، انا بقول الحقيقة. ولو في فرقة تانية او في نادي الاهلي او في نادي اسماعيلي او في اي حاجة هقول نفس الكلام. لا، واللي عمل الفرقة دي وجاب اللعيبة دي موجود في مجلس إدارة مش بالظبط كده، قادر ان هو يعوض اللعيبة دي هو طبعا بشكل كبير يعني. هو شاطر جدا في الحتة دي، وبيعرف يجيب وهيعرف يجيب لعيبة كويسة جدا، وهيعرف يتصرف، واللعيب النهاردة اللي عايز يمشي هيعرف يجيب غيره كويس جدا. لكن الطريقة معلش يعني، الحاجات الأرقام مبالغ فيها جدا، الطريقة مبالغ فيها جدا، وأنا مع قرارات سيادة المستشار مرتضى منصور. اعتراضي بس على حته صغيره، هو مش توقيت، كنت اتمنى ان هو التوقيت يبقى قبل يعني، ما يبقاش دلوقتي، ما يبقاش في المباراه بتاعه افريقيا عشان اثرت علينا بشكل كبير. وكان لازم ان احنا نهدى شويه في القرارات عشان الفرقه، بس هو مطالب قدام الجماهير بالتجديد. طبعا، فكان لازم طبعاً يخش في هو لازم يخش في الحته دي، الحته دي لازم يعمل لها حد. ولازم ياخد فيها قرار. وبعدين احنا خرجنا اكلينيكيا من البطوله، كنا يعني البطوله خلاص بالظبط، الدنيا يعني كانت خلصانه. انا كنت اتمنى ان اللعيبه دي، انت قصدك اللعيبه هي انا بتكلم على اللعيبه مش على اللعيبه
توقيتها مش التوقيت دوت مش مناسب جدا للعيبه. بنلعب في افريقيا للعيبه مش مش للاداره. الاداره كده كده هو مطالب قدام جماهير، مطالب ان هو يجدد معاك. احنا عايز يجدد معاك يعني احنا كان في لوم على بعض اللجان اللي جت ان انت ما بتجددش وما بتجددش وما بتجددش وسايب الدنيا للاخر. بالظبط. وبالتالي لما هو المستشار جه كان لازم ان هو يعني يخوض في هذا الملف، لانه ملف مهم جدا لجمهور الزمالك، والناس عماله تتكلم مع السوشيال ميديا طول النهار والليل على الموضوع ده. انا بتكلم على اللعيبه كابتن، بتكلم على اللعيب ان هو كان التوقيت. حضرتك عارف وسيد عارفين في الموضوع ان دايما اتكلم وانت في الملعب وانت بتدي فرقتك وانت بتجيب بطوله لفرقتك، وبعد كده اتكلم وانت طول الوقت اتكلم. صحيح. لكن انا ما بقاش اساسا ان انا التوقيت شاغل نفسي بان انا هجدد مش هجدد وعمال وحد بيلعبني يقول لي مش عارف لما اسال مين وعندي عروض وبتاع لما اسال مين وما اسالش مين وعايز رقم مش عارف كام وارقام كبيره معلش يعني. تمام. ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله، ويقدر مجلس المشاورة المتواضع ان هو يطلع من القصه دي ان شاء الله باقل الخسائر ان شاء الله. يا كابتن هنطلع ونادي الزمالك ان شاء الله باذن الله والزمالك. طب احنا هنروح بقى للسبوره كابتن احمد بعض الاسئله كده. ونجحت في منافسه مهاجمي الانديه الكبرى وحجزت مكانا في المنتخب. صحيح صحيح. يعني اي لعيب تاني كان يبقى شرف ان هو يبقى موجود اولا مع المهاجمين دول، ولازم يبقى عنده ثقه في نفسه ان هو لعيب كبير جدا لما يبقى موجود مع منتخب مصر في ظل وجود الفراوده اللي موجوده في منتخب صحيح مصر. اللي بعده. مسيرتي كانت ستختلف تماما لو قابلت عروض الانديه الكبرى لضمي من الحرس. اكيد. الطموح كان هيتغير. الطموح كان هيتغير، الدوافع كانت هتبقى مختلفه. هيبقى في اصرار وعزيمه وهيبقى في اختلاف. يعني يبقى في بطولات اكتر اعتقد. بتجدد طموحك، وده مهم جدا للعيب ان هو يجدد طموحه ودايما يجدد الدوافع اللي عنده، وده كان هيحصل لو انتقلت من حرس الحدود للانديه تاني. تمام. حسن شحاته لم يكن يجاملني بانضمامي للمنتخب خالص. هو حسن شحاته ما بيجاملش حسن يعني اساسا ما شاء الله يعني ما بيجاملش، هو شايفك كويس هيضمك. انا رحت منتخب مصر وانا هداف الدوري. يعني انا رحت كنت هداف الدوري وكابتن حسن ضمني، فمجامله ازاي؟ صحيح. اللي بعده. تعرضت للتسمم في الجزائر في تصفيات المونديال والكابتن حسن شحاته لم يقود المباراه لشعوره بالاعياء الشديد. حقيقه ده حصل. كنت خلاص بموت يعني في الجزائر. ده تصفيات المونديال دي بتاع مع الجزائر. الجزائر في الجزائر. الجزائر في الجزائر هناك. ماتش 3 2009 اعتقد. الماتش دوت كنت انا وكابتن حسن وكابتن حماده وفي ده كانت شوطه في المنتخب. والله يعني اكل ولا ايه؟ من اكل ايه؟ من اكل ولا يعني بس مش عايز اقول يعني مين. فالموضوع كان صعب جدا. بس كلتوا حاجه بايظه يعني؟ انا اللي كان الموضوع بالنسبه لي صعب جدا لدرجه ان انا كنت خلاص يعني نقلوه. كان قاعد معايا عمرو زكي في الاوضه ونقلوه اوضه ثانيه وانا كنت لوحدي في الاوضه. ربنا يشفيه يا عم. الحمد لله ان شاء الله. تمام. الحمد لله على السلامة. البعض حملني مسؤولية إخفاق المنتخب في كأس القارات بعد مشاركتي أمام أمريكا. أكيد الناس كتيرة قوي قالت يعني حملتني المسؤولية أنا واثنين ثلاثة لعيبة كانوا بيشاركوا، لكن في النهاية أنا بس أنا عايز أشرح إيه السبب؟ عشان إحنا خسرنا ثلاثة من أمريكا. بس إحنا كنا اثنين ثلاثة لعيبة. كابتن حضرتك عارف كويس جدا إحنا لعبنا ماتش مع إيطاليا ولعبنا ماتش مع البرازيل. صحيح. كنا في التوقيت دوت اساسا اللاعب المصري اساسا مش متعود ان هو يلعب كل 3 ايام مباراه. انت بذلت مجهود كبير جدا مع ايطاليا ومع البرازيل اساسا فرقتين كبار، وعملت مجهود بدني اساسا. انت خلاص انتهي بدنيا كنت خلاص يعني وصلت لاعلى مجهود ممكن تعمله وانت لعيب. صحيح. فاحنا وصلنا خلاص بدنيا، خلاص احنا بذلنا مجهود كبير جدا. جينا في ماتش امريكا بعد المباراتين دول كنا خلاص كان اللعيبه بدنيا اساسا مجهده جدا. اللعيبه اللي بتلعب معانا يعني انا بدات المباراه انا واحمد عيد عبد الملك واحمد سمير فرج. احنا الثلاثه. فاحنا لا اللعيبه كانت خلاص كانت بدنيا صحيح وصلت لمرحله صعبه. العامل البدني هو السبب يعني مش اللعيبه. لا خالص. اللي بعده. جيلي في حرس الحدود نجح في احراج كبار الدوري وحصد بطولات منهم. ده حقيقه يعني. احنا انت قلت لي خدت السوبر من الاهلي والكاس من الاهلي ومن انبي كاس. خدنا ثلاث بطولات في وقت صغير جدا. اي حد كان بيجي لنا فرقه حرس الحدود كان بيعمل لها 100,000 حساب
واحنا كان اللعيبه عندنا ثقه كبيره جدا في نفسنا، كنا مؤمنين بقدراتنا، مؤمنين بقدرات بعض، ده مهم جدا في الكوره ان ابقى مؤمن بقدرات زميلي. فده لا، احنا كان عندنا ثقه كبيره جدا، وكنا الحمد لله يعني كتوفيق من عند ربنا. يعني اللي بعده، هذا القرار ندمت عليه ولو عاد بي الزمن ما اتخذته. ايه بقى يعني؟ يمكن القرار الصعب اللي انا ندمت عليه ان انا سبت حرس الحدود ورحت عمان. قرار ايه؟ ان انا انتقلت من حرس الحدود، كان اخر سنه ليا في التجديد يعني، فكان اخر سنه ليا، فتركت حرس الحدود ورحت عمان. السنه اللي انا جيت لحضرتك يعني مقصر عليها فرقت معاك شويه؟ لا، فرقت معايا كتير جدا والله. لو عاد بيا الزمن مش هسيب حرس الحدود واروح. طيب، هنعمل تشكيل منتخب مصر لمباراه السنغال الاولى. تمام، هنعرض لك صور على الشاشه وتقول لي التشكيل ايه. تمام، من غير صور؟ انت قلت لي في صور. ما انا عارف يا جماعه، يعني هتعرض صور. طب هو انا ما غلطتش؟ يعني الموضوع سهل جدا. ماشي حضرتك، اتفضل هات ما انا ما قلتش حاجه غلط. لا، ده ماتش السنغال اللي جاي. افضل مهاجم يجي لك، يعني اختار واحد من المهاجمين. بس الاثنين، ما هو ده حمزه مش مهاجم. لا، مهاجم ازاي؟ لا، ازاي كده؟ يعني بيلعب 10. طيب، بيلعب 10 يعني مش مهاجم. يعني مهاجم ولا 10؟ هو 10. المشكله ان الاثنين جامدين جدا يعني. ما بنحرجك بقى. ما انا عارف. طب الاثنين. انا محرج صراحه. انا محرج لك بصراحه. اختار واحد. جمال حمزه. جمال حمزه الزملكاوي نشع قوي في، يعني الزملكاويه نشعت فيك قوي في القصه دي. جمال حمزه ده تمام. بس في حاجه يا كابتن، انت النهارده بتختار لسه تقيل جاي. ما انا هقول لحضرتك على حاجه. بس عايز بس انت بتختار الاختيار بتاعي على اساس معايير. تمام. انا راجل عماد متعب مهاجم كبير جدا، بس مهاجم صحيح. جمال حمزه بيديني مرونه. بيديني مرونه برغم ان هو مش مهاجم صريح، لان هو كان بيجيب جوان كتير. طب خش بقى على التقيل. جمال حمزه برضو ده الهداف التاريخي يا عم لنادي الزمالك. انت حر، جيب الكلام لنفسك. لا ماشي، ده كابتن عبد الحليم على عيني وعلى راسي. ماشي، اللي بعده اهو، اتنين تقريبا نفس المركز اهو، يعني الاتنين بيلعبوا اللي هو شادو سترايكر. زيدان. ماشي، نقول شكرا لجيمي. ده بعمل ايه؟ اللي انت شايفه ده اللي مكان في توتنهام مش كده؟ بس انا هختار على اساس ان حضرتك قلت لي يا كابتن راس حربه. انا مش دعوه. صح. لا، انت قلت لي راس حربه. باشا راي هنيدي. اختار اللي انت عايزه. ايوه، قلت لي راس حربه. دول اجيالك، دول جيل اللي انت لعبت معاهم. انا عارف. واكيد انت كمان قيمتهم من خلال يمكن انا وجودك معاهم. ما لعبتش مع ميدو كتير، لعبت مع زيدان اكتر يعني. يعني تختار مين؟ ميدو. زيدان شكرا، يبقى معنا ميدو. عمرو زكي. بلدوزر طبعا. شكرا كابتن ميدو. مش هتروح النهارده كابتن حسام حسن. مفيش مشكله، عايز الاثنين. احنا ما احنا عندنا يعني استثنى. استثنى كده، لان الاثنين يعني ما شاء الله اسماء كبيره، وده كسر الدنيا وده كسر الدنيا. الموضوع يعني صعب. يبقى الاثنين. بس تاريخ كابتن حسام يشفع ان هو يبقى بس هما الاثنين الحقيقه تاريخ. حسام طبعا حقق انجازات اعتقد أكبر طبعا، اكيد. ما انا بقول لحضرتك صحيح، يعني كاس عالم صحيح، عمر ما لعبش كاس عالم. تمام. كابتن حسام حسن. كابتن احمد عبد الغني الهداف التاريخي لبطولات الكونفدراليه. ربنا يخليك كابتن. انا باكد على المعلومه في نهايه الحلقه اهو، عشان ايه؟ ربنا يخليك. نبقى بصابنا احنا على المعلومه دي. الكونفدريشن كاب. ربنا يخليك كابتن. صح؟
الهداف التاريخي. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني واستمتعنا بيك النهارده الحقيقه. ربنا يخليك يا كابتن طارق، انا شرف ليا وسعيد اني كنت معاك النهارده. ربنا يخليك. ربنا يخليك. انت مدرب البلاستيك دلوقتي مش كده؟ نادي البلاستيك. ده ايه ترتيبه ايه؟ يعني هو انا لسه رايح لهم، كان يعني كانوا متاخرين في المركز دلوقتي، قدموا شويه. الحمد لله. بلاستيك ده اسم كبير، كنا بنلعب ضده زمان في الدوري الممتاز. طبعا اسم كبير جدا يعني، واداره محترمه جدا. مدير فني نادي البلاستيك. واداره محترمه جدا يعني، حاج حاتم عوده راجل محترم جدا جدا ودعم كبير. ان شاء الله نحقق معاهم المطلوب باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق ليك يا كابتن احمد، شرفتني ونورتني، وتمنياتنا ليك بالتوفيق ان شاء الله باذن الله فيما هو قادم ليك ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن. هنخرج لفاصل ونستقبل اثنين محللين رياضيين عن ناقش الـ 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 من منظور اخر، منظور السوشيال ميديا، منظور الاعلام، حاجات كده مع اسلام علوي واحمد عباس بعد الفاصل. يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا على نظيره بيترو أتلتيكو الأنجولي غدا السبت بمنافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية. وشهدت مشاركات الزمالك عبر تاريخه في دوري أبطال إفريقيا انتصارات مدوية للفارس الأبيض خلال مواجهات الجولة الخامسة. وفي النسخة الأولى التي تم تطبيقها خلال نظام المجموعات وتغيير نظام دوري أبطال إفريقيا في عام 1997، استطاع الزمالك من تحقيق انتصار ثمين في ملعب المقاولون العرب على حساب الأفريقي التونسي بثنائية نظيفة حملت توقيع كل من أيمن عبد العزيز ومحمد رمضان. وتعود انتصارات الزمالك في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا خلال نسخة 2005 بالتفوق على أسيك ميموزا الإيفواري بهدفين مقابل هدف، وسجل للزمالك يومها كل من وائل الأباني وجمال حمزة. وتتواصل انتصارات الزمالك في الجولة قبل الأخيرة من عمر مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وذلك في نسخة 2016 بهدف نظيف في شباك إنيمبا النيجيري سجله اللاعب باسم مرسي. وفي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا حقق الزمالك فوزا تاريخيا خارج حدود أرضه على حساب مولودية الجزائر بهدفين نظيفين ليوسف أوباما ومحمود شيكابالا في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات. مع الفقرة الثانية في حلقة اليوم من زملكاوي، معايا اتنين زملكاوية جامدين قوي بصراحة، يعني زملكاوية بيحبوا النادي بشكل كبير، وزملكاوية يعني زملكاوية يعني. معايا طبعا نجم مصر والمحلل الرياضي كابتن احمد عباس. يا كابتن طارق. ازيك يا ابو حميد؟ انا اللي سعيد ان انا مع حضرتك. منورني. ومن احلى الحلقات بقى ومن اسعد الحلقات ان انا ابقى مع واحد من اساطير كره القدم في نادي الزمالك. يا حبيبي ربنا يخليك. يمكن انا حاجه هقولها لاول مره، يمكن واحنا صغيرين بنلعب في النادي كنا خلاص تمرين ونجري على تمرين الدرجه الاولى، يا اما بقى من السور اللي ورا عند ملعب الهاندبول، يا اما طبعا المقصوره وشحته يمنعنا والكلام ده كله عشان نشوف فرقه نادي الزمالك اللي فيها اساطير كبيره زي كابتن طارق يحيى، كابتن ايمن يونس، كابتن جمال عبد الحميد. هو ده الجيل اللي رسخ جوانا حب نادي الزمالك. فانا سعيد ان انا معاك النهارده. انا اسعد يا حبيبي. ايضا معايا المحلل الرياضي وملك بقى السوشيال ميديا، وهنساله طبعا اسئله كبيره جدا السوشيال ميديا، اسلام علوي. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله. انا عايز اقول ان دي لحظه فارقه في حياتي ان انا مش قوي كده يعني. القناه طالع في القناه دي حاجه فخر لينا يعني ان نطلع في قناه الزمالك. في البدايه القناه ان انا اكون موجود في كرسي على في قناه نادي الزمالك ده شرف كبير جدا ليا. كل اللي انا قدمته قبل كده والله سعيد جدا، وشرف كبير جدا ليا ان انا اكون قدام اداره الكره المصريه. ربنا يخليك يا حبيبي. شرف ليا يا حبيبي، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. ابو حميد، احمد عباس، مبدئيا كده انا تقريبا بقالي 20 سنه بشتغل في التدريب، يمكن انا اتعورت بدري وبطلت عندي حوالي 21 سنه. اخر حاجه كنت بلعب في نادي البنك الاهلي. وانا اصلا خريج تربيه رياضيه تخصص تدريب كره قدم، يعني دارس القصه ولعبت، وبقالي 20 سنه في قصه التدريب. تدرجت بدايه من تدريب البراعم حتى الفريق الاول،
يمكن انا كنت مدير فني نادي الحرس الجمهوري، هو نادي اسمه اي اس سي، بالاضافه ان انا كنت مدرب عام نادي جولدي، ومؤخرا بقى بشرف على قطاع البراعم في نادي البطل الاولمبي، بالاضافه طبعا للتحليل، وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه. ولعبت في نادي الزمالك براعم؟ لعبت براعم في نادي الزمالك، لكن ما كملتش طبعا، احنا كنا السن اللي هو بتاع ال 82 وال 81، فاتلغى السن الزوجي لو حضرتك تفتكر يعني. صحيح. وكمل اثنين ثلاثه لعيبه مع الفردي، واحنا رحنا خرجنا بره النادي. لعبت نادي المعادن الفتره اللي كان معادن بيلعب فيها درجه اولى لو حضرتك تفتكر، دوري ممتاز. طبعا. ومؤخرا زي ما قلت لحضرتك انا بطلت في نادي البنك الاهلي يعني. بس اسلام علوي عامل راو انت في على الفيسبوك والتويتر وال كل وسائل التواصل، او عندك ما شاء الله فانس كتير يعني. الحمد لله. انا عايز اقول بس البدايه كانت من انشاء برنامج صغنن كده على قدي اسمه برنامج زملكاوي من 2018. دي البدايه. البرنامج اتعمل بشكل ما للجمهور، وبعدين الفكره طبعا اتطورت طبعا، ونادي الزمالك اصبح ليه اصلا برامج اكثر واقوى. فانا اضطريت اخد اتجاه تاني ان انا احاول برضه اكون موجود. انا بعشق تراب هذا النادي، وحتى لما دخلت اعلاميا فيه كان عندي هدف وشغف ان انا اشوف له برنامج بخط حمر، برنامج خاص بنادي الزمالك. فلما اتعمل طبيعي قمت انا واخد اتجاه تاني، دخلت على عالم السوشيال ميديا، وده عالم مختلف تماما. حاولت اشوف افكار الناس بتفكر ازاي، ازاي تقدم طرح يكون مختلف. لقيت ان اسهل حاجه لدخول قلوب الناس هي التلقائيه. الناس صدقتني جدا، انا راجل زملكاوي فبتعامل بتلقائيه بحته، مش بخبي اي حاجه، وبقول الكلام اللي جوايا، بس بعيد عن ثلاث حاجات. اول حاجه الاساءه، ماليش في اساءات خالص. وده اللي خلى حتى جماهير المنافس تكون عارفه ان اسلام هيطلع يتكلم عن الزمالك وهيمجد في الزمالك، ولكن بيحبوا يتفرجوا عليه. ودي المعادله، مش علشان هو غلط، هم عارفين ان انا ماليش في، عمري ما تجاوزت ابدا لا في كوادر ولا في اسماء ولا غيره. الحاجه الثانيه ان انا عنده طموح كبير جدا ان انا اعمل منصات مختلفه، اذا كان الزمالك اصبح ليه منصه من خلال التلفزيون، يكون في منصه من خلال السوشيال ميديا، ويعني اكون انا سبب في ان الحاجه دي تكون موجوده، لان انا متفرغ شكلا وموضوعا ليها. فحاولت اعملها بشكل، ما بتعملش اي حاجه غير لا، هو البرامج بتاعتك والقناه بتاعتك الاساسيه. انا خريج نظم معلومات 2011، يعني فكر الكمبيوتر والعالم بتاعه ده بتاعي انا حافظه. فانا عرفت ان انا اشوف الدايره ماشيه ازاي. احنا في عصر التكنولوجيا دلوقتي والسوشيال ميديا سبقت كتير جدا. انا كنت اقدر اكمل في التلفزيون، ولحد دلوقتي انا بطلع في قنوات محترمه جدا، ولكن الشغف الاساسي عندي هو السوشيال ميديا. انا سبقت الموضوع شويه وعرفت الاتجاه اللي جاي رايح فين، فعرفت ان هو السوشيال ميديا. قدرت ان انا اكبر الموضوع، وان انا اعمل انتاج لبعض الحاجات الهادفه لنادي الزمالك، نتكلم مع الشباب، نسمع وجهات النظر، نحاول نقرب وجهات النظر لحد ما الفكره لقت قبول. فمن يوم وليله كده الموضوع محتاج استمراريه، مره واحده ترند بقى موجود، بعد كده التاني في التالت الناس اتعودت عليك، الناس حبت ان انت تكون موجود. وبقول لحضرتك هو الموضوع ان هم بيستخفوا دمك، زائد ان هم عارفين ان انت مش غلط، فبالتالي انت قدرت تعمل بيتابعوك يعني، بيتابعوك بشكل كبير. فطبعا شرف كبير جدا لي. انا بقول لحضرتك انا طلعت في قنوات كتير جدا، سواء في يعني قنوات عربيه وقنوات خارج مصر، ومنصات كتير جدا اهتمت ان انا اكون موجود معاها، ولكن النهارده دي بالنسبه لي ميلاد جديد ان انا اكون موجود في بيتي اللي انا بعشقه وان انا بحب. اول مره تيجي قناه الزمالك؟ اول مره طبعا. فده شرف لينا، شرف لي والله العظيم. بنحب دايما الناس الزملكاويه المتحمسين لقضايا نادي الزمالك، واقفين بشكل كبير مع نادي الزمالك، مش شرط يكون حاجه مشهوره يعني، لكن بنعتز جدا بكل الزملكاويه في كل المجالات، وخاصه السوشيال ميديا ليها تاثير كبير جدا دلوقتي في مصر وفي العالم كله يعني. كابتن احمد عباس هرجع لك اقول لك، نادي الزمالك شايف فريق كره القدم في نادي الزمالك على الطريق الصحيح دلوقتي بعد ما مشي كارتيرون؟ طيب. كان عنده بعض المشاكل، عدم تركيز في الاخر ادى الى ان التيم ما بقاش يؤدي بشكل جيد. وصول فريرا شايفه ازاي؟ و ممكن يستعيد تاني نادي الزمالك قوته ان شاء الله بالذات الفتره القادمه. طيب خليني قبل ما نتكلم عن فرقه الكره نثني على مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور. الحقيقه بيديروا الفتره دي باحترافيه كبيره جدا، اداروا تقريبا اغلب الملفات بقيمه نادي الزمالك، حافظوا على هويه وشخصيه نادي الزمالك. دلوقتي جمهور نادي الزمالك بقى قادر وعنده احساس ان في حد هيقدر يجيب له حقه، بدايه بقى من الشكل المحترم اللي مشي بيه كارتيرون، بالاضافه ان هم استخدموا مدير فني كبير زي فيريرا بيحظى بحب كبير جدا داخل قلوب كل الزملكاويه. الحقيقه انا شايف ان الامور بدات تستقر بشكل كبير قوي، رايحه في قصه ان انا النهارده ببني فريق بشكل جيد، بعمل مشروع، بعمل بلان تديني 3 4 سنين قدام لفرقه محترمه، فرقه تحقق بطولات، فرقه ان شاء الله ترضي غرور جماهير نادي الزمالك، بدايه بقى
بقى من فيريرا. طبعا احنا عارفين ان فيريرا كان ليه ولايه سابقه في نادي الزمالك. يمكن الناس برده مش هتاخد بالها ان فيريرا الولايه بتاعته كانت حوالي 7 شهور بس. تمام. وخلال ال7 شهور دول قدر يحقق بطوله الدوري وقدر يحقق بطوله الكاس. ويمكن الولايه الاولى بتاعت فيريرا تختلف عن الولايه دي، خاصه ان فيريرا لما جه في الولايه الاولى امتى كنادي الزمالك كان الدوري غايب عننا لاكثر من 10 سنين منذ 2004 ما كناش حققنا بطوله الدوري الى 2014 2015. عكس الولايه الجديده، الولايه الجديده دي فيريرا جاي وانت حامل اللقب، انت اوريدي انت فريق واخد بطوله الدوري العام السنه اللي فاتت. ولكن تبقى المشكله الاكبر عندنا في نادي الزمالك وهي ايقاف القيد. النهارده انت كنادي بيدور ان هو يحقق بطولات لازم يكون السكواد بتاعك ليه بدلاء على نفس المستوى او على الاقل الفروق بسيطه. النهارده انا ما عملتش صفقات جديده لفترتين قيد مختلفين عندي فيهم ايقاف، بالاضافه ان انا خرجت مجموعه من اللعيبه الجيدين اعارات. طب انا النهارده القيد واقف عندي، اخرج لعيبه جيدين، اخرج فراوده جيدين. ده قرار كان خاطئ جدا جدا. بدايه من محمد صبحي طبعا واسامه فيصل، مجموعه من اللعيبه احنا مش عايزين يعني قتلت بحثا واتكلمنا فيها كتير، ولكن انا بشوف ان ما زلنا احنا بطل الدوري، ما زلنا احنا حامل اللقب، ما زلنا عندنا العناصر الجيده اللي تقدر ان شاء الله باذن الله تحافظ. ولكن يبقى نادي الزمالك اكبر من اي حد، اكبر من اي بني ادم، واكبر من اي لاعب، واكبر من اي بني ادم بيجي عبر التاريخ. يبقى نادي الزمالك هو الكيان، وكل اللي تحت دول بيسعوا الى رفع هذا الكيان. تمام. هاخد منك سؤال لاسلام. طبعا انت دايس في السوشيال ميديا بشكل كبير ومتعايش معهم بشكل كبير. قدير التجديدات اللي اثيرت في الفتره الاخيره وقرارات المستشار المحترم منصور التاريخيه اللي قال، والناس استغربت جدا. لعيبه بالتقل ده وبالحجم ده وبالقيمه دي وما عندناش مشكله في اي حد يمشي. مين اللي استغرب؟ ما في بالفعل ما حدش استغرب. في بعض الناس يعني بعض المواقع بعض الزملكاويه او بعض الناس قالت لك ده فلان وفلان وفلان. يعني شفت القرارات دي ازاي ورايك في قصه عدم التجديد دي او التجديد للعيبه دي؟ اول حاجه انا عايز اشكر مجلس اداره نادي الزمالك. هو الفرق ما بين الفتره ديت واي فتره اخرى كانت الفرق ايه؟ ان في ناس تتعايش مع نفسها وفي ناس تتعايش مع الجماهير. ونادي الزمالك هو ملك في الاول لمين؟ للجماهير طبعا. فلما جت المجال او اللجان السابقه اللي كانت تدير كانت بتاخد قرارات فرديه منعزله، حتى الجمهور كان يعترض عليها ومحدش كان سامعهم. منها مثلا اقاله باتشيكو، محدش كان موافق على رحيل المدرب. منها لعيبه تيجي ولعيبه تروح، وحمد النقاز طب يرجع ليه؟ طب اصلا ما اعرفش في كذا. فانا احترم بشكل كبير جدا من يتواصل مع الجماهير. المشوار مرتضى منصور عنده ميزه جيده جدا، هو متواصل جيد مع الاحداث. اذا كنا احنا بنقول على السوشيال ميديا الجماهير محتاجه لحد يسحب طاقتها في الاعتراض او في الغضب، فمحتاجه حد يفهمها، تفهم وجهه نظرها، فبالتالي هتريحها، فبالتالي هتقدم اللي هم عايزينه. القرار الاولاني دوت اللي اتاخد بايقاف جميع اللاعبين وفي لعبه منهم خدت غرامات كبيره، اكبر قرار واقوى قرار لحفظ هيبه نادي الزمالك. ما احنا بنقعد نضرب امثله مع احترامي يا كابتن طارق بالغريم التقليدي من ناحيه المبادئ. طب ما احنا نطبق المبادئ، المشكله وايه اللي يخوفني اذا كنت انا كيان؟ هل الزمالك لعيبه ولا كيان؟ الكيان باقي ولا لعيبه؟ احنا قلنا دي مصطلحات هنقول انها مقرره، ولكن في الاساس ده سوق معايا فلوس هجيب غيرهم. صح. انا اسف ومع الاحترام لجميع اللعيبه، انا اسالهم سؤال واحد، هم راضيين عن نفسهم قبل ما يكونوا زعلانين او غير ناس تكون تقول وجهه نظر؟ ما نفس السؤال هساله لك برضه. هل هم راضيين عن نفسهم؟ راضيين ان هم لوثوا تاريخ نادي الزمالك من فريق الوداد المغربي يجي يكسبنا في مصر لاول مره فرقه مغربيه بتكسب فريق الزمالك في مصر؟ ده مش اهانه لتاريخ نادي الزمالك؟ هل خساره من الغريم التقليدي النادي الاهلي بنتيجه 5-3 مش اهانه لتاريخ نادي الزمالك؟ هل خسارتهم من فريق فاركو؟ بص يعني برضو يعني مش عايزين نضخم الاحداث. يا سلام، انا عارف انت متحمس قوي للزمالك. مش تضخيم يعني اهانه يعني برضو ايه دي كوره ماتش كوره يا كابتن طارق، دي كوره وممكن تبقى موفق في يوم ما تبقاش موفق في يوم تاني. يعني كابتن طارق هي كوره. انت حضرتك قلت ايه؟ ممكن اكون موفق في يوم ويوم تاني لا. ولكن لو هي كلها كحلي، طب انا فين اليوم بتاعي؟ يعني انا يومي بيجي امتى؟ لما انا اقعد اجي اقول بطوله ورا بطوله ورا بطوله واقعد اطلع مبررات، احنا 21 سنه من غير افريقيا، احنا هنواجه مشاكلنا امتى؟ ما هو التبرير ده ورجعنا لورا، احنا لازم نكون حاطين ايدينا على المشاكل الحقيقيه لنادي الزمالك. من اهم المشاكل ديت ان اللعيبه كان في فرق من زمان مش هقول اسماء، ولكن كان في اجيال مرت من خلال 20 سنه اللي فاتت كان اسمهم فرقه المعلمين. لما تم تسريح بعض اللعيبه منهم، انا بتكلم بمنتهى الصراحه بلسان السوشيال ميديا، انا ماليش علاقه بمين اللي هياخد الكلام على نفسه، كل الاحترام والتقدير لاي حد لابس تيشيرت الزمالك. ولكن انا عايز دلوقتي نتيجه، سؤال ونتيجه. هل نادي الزمالك في احسن حال؟ مش احسن حال، يبقى اذا في خلل، ولا هل النتيجه وصل لها الزمالك نتيجه ان الدنيا مزهره واللعيبه جامده؟
لا طبعا النتيجه مش مزهره ولا لعيبه جامده، بدليل ان المحصله صفر. ما دام المحصله صفر يبقى في خلل. الخلل ده موجود من المنظومه. انا ايه منظومه؟ بس في حد تاني برضو بيقول ان اللعيبه دي خدت بطولات من 2014 15 وكسبت الاهلي وكسبت انديه كبيره جدا. كابتن طارق يعني ما يبقاش الامور ماشيه. انا هقف على ابن الزمالك برضو بيفضل يعني هتكلمنا يعني على بطوله الدوري. طب انا عايز اجاوب على مش بتكلم على الدوري عموما، بتكلم انت خدت دوري، خدت كونفدراليه، خدت كاس مصر، خدت كذا مره يعني كان مكان سوبر افريقي، سوبر مصري، كل دي بطولات اللعيبه دي اللي جابتها. مين اللي كان موجود؟ ماشي، ما مرتضى منصور انا معاك. طيب ماشي، ما قلتش لا، ما مرتضى منصور جه تاني اهو. طب ما جه تاني بس اللعيبه اتغيرت. اللعيبه افكارها اتغيرت، اللعيبه فيه وكلاء. هو بقى شايف يعني هو خد القرارات دي من منطلق اللي انت بتقوله ده بالزبط. ان بعض اللعيبه فكرها اتغير، تركيزها قل، الوكلاء اشتغل، لكن برضه يبقوا ان هم يعني برضه منورين في وقت ما. هقول حاجه صغيره بس. انا يمكن السؤال اللي بيطرح على امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره بنادي الزمالك، هو فرجاني ساسي راجع؟ هو في مفاوضات مع فرجاني ساسي؟ الحقيقه انا وقفت عند اجابه امير وقال لهم لو نادي الزمالك محتاج فرجاني ساسي وفرجاني ساسي بالمستوى اللي يليق بنادي الزمالك هتعاقد معاه. ده هياخدنا لحاجه بقى وهي افه عند كل الانديه المصريه وعند الكره المصريه عموما وانديتها. احنا بنجدد للاعبين على تاريخهم مع النادي وعلى الهيستوري بتاعهم مع النادي وليس على مستواهم الحالي ومدى ومدى احتياج النادي ليهم. بمعنى تاني، انا عندي لعيب مضالي 3 سنين عمل معايا السنه الاولى اداء هايل جدا جدا جدا، مع كل سنه من السنين دي كان مستواه بيقل. جه قبل التجديد وقبل فتره التجديد لعب ماتشين ثلاثه كويسين، تمام. الراجل النهارده انا هجدد له على اللي عمله مع نادي الزمالك من 3 سنين ولا هجدد له على مدى احتياجي انا كفرقه للعيب ده؟ طيب هل الكواليتي بتاعي انا النهارده يتيح لي ان انا اجدد بالمبالغ دي، ولا ممكن استعوض اللعيبه دي بلعيبه اقل منهم كقيمه شرائيه وتديني المردود الفني على حسب بقى الراجل الاجنبي اللي جاي، تمام. مش احنا النهارده بنعمل مشروع جايبين راجل بروفيسور وخبير هيبني كام سنه قدام، تمام. فالنهارده لو انا واحد من الثلاث اربع لعيبه الاسماء الكبيره، انا مش عايز اقول حد لانهم كلهم اصحابنا وكلهم اخواتنا يعني، ولكن الثلاث اربع اسماء الكبار اللي هم عندهم مشكله في التجديد، هل مستواهم دلوقتي يؤهل للمبالغ دي؟ يدفع اللي مبالغ اللي دي؟ يقول هذا الكلام الاداره، مجلس الاداره، تمام، والمدير الفني، تمام. ايوه. يبقى احنا النهارده بنحط الامور كلها قدام الناس. والله النهارده انت مدى احتياج الفرقه ليك 1 2 3، هل القيمه دي هتساوي اللي انت هتديه النادي ولا لا؟ هل انت دلوقتي بتؤدي الحاجه او الاداء او المردود اللي يخليني ادفع فيك مثلا من غير مثلا 30 مليون في السنه؟ لا. في المقابل انا ممكن ال 30 مليون دول يجيبوا لي 2 3 لعيبه جيدين جدا جدا جدا، وعندنا عناصر كتيره جدا، ياما لعيبه جت نادي الزمالك وخاصه مع فيريرا ما كانش حد يعرفها. وهندي مثال يعني كمثال مش الحصر يعني، كلنا في موسم 2014 2015 جالنا لعيب فرويد بيقولوا جيد وكويس من نادي الانتاج الحربي، مع فيريرا ومع الراجل ده بقى عندنا هداف الدوري اسمه باسم مرسي برصيد 17 هدف. طيب هل باسم مرسي كان حد يعرفه؟ الراجل ده عنده حته كده يمكن بيخرج من اللعيبه حاجات هم نفسهم مش شايفينها فيهم. وكذا انترفيو للجيل بتاع 2014 2015 قال لك فيريرا او كابتن فيريرا بيدينا شكل الوقفه في الملعب اللي انا هقفها مع كل موقف، مع كل سيتويشن في الملعب. صحيح. مفيش مدرب بيعمل كده. احنا عندنا مدربين اسماء كبار وعندنا سيفيهات كبيره، ولكن يبقى التفاصيل الصغيره لعيب الكره بيفهمها. لعيب الكوره بيفهم كويس قوي هل الراجل ده عنده فنيات، وهل الراجل لعيب الكوره بيقيم المدير الفني زي المدير الفني بيقيمه. خلي بالك جداً. يعني بيبقى في تواصل بينهم الاثنين. حضرتك يعني اكثر مننا خبره في مجال التدريب وتعرف طبعا اللعيب بيبقى عارف المدير الفني عنده ولا ما عندوش. اسلام، مباراه بترو اتلتيكو هي مباراه تحصيل حاصل، مظبوط، واحنا اتكلمنا فنيا فيها مع احمد عبد الغني وقلنا برضو وانا قلت في الانترو ان هي مباراه مهمه جدا لمستر فيريرا ان هو يكتشف اللعيبه، يكتشف بعض السلبيات، يضيف بعض الايجابيات. في نفس الوقت برضو من الممكن جدا ان هو يطبق طريقته بقى ونشوف حاجه جديده زي ما قال في المؤتمر الصحفي. طيب رايك؟ خلينا نقول بس ظلم الفيريرا اللي هو اللي يحكم على اللعيبه الموجوده، لان هو جاي متاخر جدا ولسه جاي ما كملش 10 ايام، والقرار ده متاخد في عدم وجود فيريرا. احنا بنتكلم دلوقتي على تاريخ سنه كامله بيتم حساب هذا الجيل بيها. لو انا هنتظر راي فيريرا في اللعيبه يبقى اللعيبه دي كلها تقعد، لانه ما لحقش يحكم عليها اصلا.
فاحنا قدام قرار واضح، حاجه من الاثنين، يا يكون قرار تربوي برحيل هؤلاء اللاعبين، لا اما بقى سلم الزمام لفريرا فبالتالي هتجدد. بتكلم على اللعيبه اللي هي مش اللي هي المجموعه اللي مش هتجدد يعني هتجدد. بتكلم على الثمانيه. لو حاجه من الاثنين، يا اما انا هنتظر تقرير فريرا فبالتالي اللعيبه دي مستمر. لا اما انا مش هنتظر تقرير فريرا فبالتالي هنزل قرار تربوي. لا بس المستشار المرتضى قال لك ان في لعيبه مش تبقى معايا خلاص، هو اعلن هذا الكلام. طب واذا كان فريرا قال اللي انا عايز اللعيبه دول؟ ما هو قصه ثانيه بقى دي. ماشي، يبقى انا بتكلم بوضوح عشان كده بقول لك مع فريرا ويتفقوا هما الاثنين على قرار معين، يبقى خلاص الماتش ده ملوش اي قيمه، يبقى فين القيمه الفنيه اللي انا محتاجها؟ القيمه الفنيه انك انت هتحاول بقدر الامكان تكتشف اللعيبه، في نفس الوقت برضو ممكن تطبق 4 3 3 تغير من اماكن بعض اللعيبه في مباراتين سواء دي او سجراده. كابتن طارق، احنا قدام مرحله تاريخيه في تاريخ نادي الزمالك، انا شايفها كده، ما تقلش خطوره عن جميع، عن حتى مرحله فريق الاحلام اللي اتعمل في بدايه التسعينات. احنا في مرحله تاريخيه، والمرحله ديت لا عايز انا فيها تجارب، انا هتكلم بلسان حالي. لا عايز فيها تجارب ولا عايز اجرب خطط، انا عايز اصنع، يعني اسف لان انا هقول، عايز اصنع لعيبه بجد. ما هو دي الف ب صناعه تيم او تكوين تيم اللي انت بتقول عليه. رصيدهم خلص يا كابتن، رصيدهم خلص، اللعيبه دي رصيدها خلص. ليه؟ لا رصيدها انتهى. ليه؟ ما في بعض اللعيبه موجوده هقول لحضرتك معاك سنين طويله. تكمل معايا بسنين طويله. انا لو هستثني واقول اسماء، انا اللي هقول اسماء. لا مش عايزين نقول اسماء. طيب يبقى انا ما عندنا ماتش بكره او النهارده يعني، فمش عايزين نقول اسماء. ما هو احنا لازم غضبنا يوصل للعيبه، لازم غضب الجمهور يوصل للعيبه. لو احنا يعني انت عايز كل اللي حصل في ماتش الوداد ده بعد ماتش الوداد ما يكونش وصل للعيبه؟ ما وصلش يا كابتن، ده بدليل اللعيبه بتعترض، في لعيبه بتهاجم الجماهير بتقول لهم انتوا بتزعقوا ليه؟ انا يا كابتن وصل فين؟ ده اللعيبه عندها ادراك ان هم بره النقد. يا كابتن طارق، ده نادي الزمالك، ده نادي الزمالك اللي صنعهم، ونادي الزمالك اللي يحلموا يعدوا من قدام بوابته ايا كان اسم اللاعب فيهم. ده نادي الزمالك، ده لوجو الزمالك، ما يقلش عن النادي الاهلي في حاجه، كل احترام والتقدير، ما هي منظومه ناجحه. انا ليه اكبر لاعب؟ ما فيش حد فوق الزمالك. اذا كانوا هم، هتكلم بمنتهى الصراحة ولا هنتكلم بكلام دبلوماسي؟ أنا هتكلم بلسان حال المشجع الزملكاوي العادي. لو لاعب حاسس من جواه إن هو على كف عفريت، وإن نادي الزمالك سوري في اللفظ أكبر منه، هو مش حاسسها لحد اللحظة دي، هيكون ماشي بأحسن من كده. في لعيب يتخيل يقف، ينزل واقف عربيته وينزل يتخانق مع الجماهير عشان أنا ما أعتقدش إن في لعيب فاكر نفسه أكبر من الزمالك. لا يا كابتن، حتى لو وصل لأعلى درجات التألق والتوهج، طب أنا عايز دليل. استحالة هيبقى في لعيب حاسس ان هو اكبر من الزمالك. لا اديني دليل يا كابتن، في لعيب بيقول لك انا حصل لي استخاره وان الزمالك عرض عليه 35 مليون. يعني بص اقول لك على حاجه يا كابتن، مش عايزين كلام دبلوماسي، احنا عايزين واقع. انا ما بقولش دبلوماسي. طيب انا بتكلم عليه هو، بالعكس انا معاك في كل اللي بتقوله، بس ايه، يبقى في نوع من انواع ترك الامور دي للاداره، والاداره قادره انها تحسم هذه الامور بشكل حاسم. واحنا في ظهر الاداره في هذا القرار، فبالتالي مفيش عاطفه. هو بقى دلوقتي يتصدر، طب ما ندعمه، ادعمهم عليا، انا دعم اللعيبه الرجاله فقط لا غير. انا دعمك عليه، انت مين؟ انت لاعب في نادي الزمالك، احترمك وقت ما تفرحني، انا دوري ان انا ادعمك في وقت ما انت تسبب لي سعاده، علاقه تبادليه. زي اي نادي في الدنيا، العلاقه ما بين الجماهير واللاعب علاقه ايه؟ علاقه تبادليه، انت بتديني نتائج جيده وانا بديك تسقيف. صحيح. ولكن انت بتديني نتائج سيئه، انا سقف لك ليه؟ ويا ريتها مثلا بسقف لك على ماتش ولا اتنين، ده انا بتخليني احاسب على 20 سنه في افريقيا. انت اللعيبه دي يا كابتن مش مدركه حجم الزمالك وصل له. الزمالك في مرحله صعبه جدا، نتائجه بتلوث، يعني كلمه تلوث دي كلمه صعبه. يعني ايه تلوث؟ لما انا اجي اقول دلوقتي ان اتكسر الرقم القياسي لنادي الزمالك، ما كانش بيخسر من الفرق المغربيه في مصر، عمرها ما حصلت. ما ده حصل في عهد مين؟ ما حصل في الجيل ده. لما اجي اتكلم ان الاول مره في تاريخ فريق غزل المحله كل احترام والتقدير ليكسب الزمالك 3-0، ده حصل في عهد مين؟ لما فريق فاركو لسه صاعد من القسم الثاني يكسب الجيل ده 2-0، ما ده في عهد مين؟ ما هو كل النتائج دي يا كابتن محصلتها في الاخر ان احنا مقفولين كجمهور الزمالك. انا مش عايز منهم حاجه، الجيل ده ادى بما فيه الكفايه ليثبت ان هو ما عندوش دوافع. ما احنا مش عايزين نعمم. لا مش نعمم. بص يا كابتن، انا بتكلم دلوقتي على جيل بعض اللعيبه، بعض اللعيبه مش عايزين نعمم اللعيبه كلها. في لعيبه بتأدي وفي لعيبه محترمه وفي لعيبه بتأدي بشكل جيد. انا مش بهاجمهم من باب الهجوم، مش بيني وبينهم حاجه. انا اللي بيني وبينهم لوجو الزمالك، انا اللي بيني وبينهم لوجو الزمالك. رجع فرحتي، ارجع سقف لك ان شاء الله. رجع هتكسر يا رب. طيب بس انا مقدر، انا مقدر الحاله اللي اسلام فيها، ولكن اصل هو متواصل مع الجماهير. انا عارف دي مشاكل الجمهور العادي، الامور بيتكلم بصوت يعني برضو الجماهير. الفتره اللي فاتت خدت منعطف مختلف، خاصه بعد اللي قرروا الصدمات والفيديوهات. ولو الشعور ده مش وصل لهم هيحصل فجوه اكبر من خلال السوشيال ميديا. انا لما اقول بص، اصل انا بحكي باللعيبه اللي انت بتقوله ده واصل مش واصل لهم، ده واصل لهم ودخل، مش عايز اقول لك يعني مباشره دخلوا مباشره. اشوف بكره نكسب 5-0. طيب ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله ردوا الاعتبار فنيا يا احمد. انا بقى عايز اتكلم فنيا. طيب مباراه بكره مع كامل هل انت وجهه نظرك مع كامل نظر الاسلام ولا طبعا اسال السؤال بس، هل انت وجهه نظرك اسلام ولا انت شايف ان المباراه فعلا فيها فوائد بكره برغم ان احنا او خرجنا بطوله وهي تحصيل حاصل؟ فوائد كبيره جدا فنيا. الراجل ما عندوش فرص ما عندوش فرص يشوف اللعيبه في بطوله مش هيبقى فيها ضغوط. بمعنى ايه؟ أيوة. انا النهارده هجرب 2 3 لعيبه جداد في ماتشات في الدوري، هتغلب الفرق بيني وبين المنافس التقليدي هيوسع، لكن انا النهارده هقدر اشوف اللعيبه دي واقدر اجرب طريقه لعب، اقدر اجرب لعيبه في مراكز تخدمني، وهو ما عندوش ضغوط. النهارده انا خرجت من البطوله هيبقى بس اسم نادي الزمالك، حفاظ على اسم نادي الزمالك تاريخيا. هنقول مثلا واجهنا الانديه الانجوليه مش عارف احنا كسبنا كام واتغلبنا كام. النهارده لما تلعب مباراه بدون ضغوط هتطلع اللي عندك. مستر فيرا لما جه شاف فيديوهات لكل اللعيبة، ولكن يبقى مدى استجابة اللعيب للمدير الفني، مدى استجابة اللعيب لتعليمات المدير الفني. حضرتك مدير فني كبير وعارف، ممكن تتفرج على فيديوهات كتير جدا للعيبة قبل ما تمسك فرقة، ولكن يبقى اللي بتشوفه في الملعب وأداء اللعيب في الملعب هو ده اللي بيشفع له كان يبقى موجود ولا لا. وأنا مش عايز النظرة السوداوية اللي عند الناس دي، بصراحة أنا رافضها رفض تام، خاصة إن هي دي اللعيبة اللي عندي. صحيح. هي دي اللعيبه اللي موجوده اللي هيكمل معايا نهايه الموسم. انا عندي بطوله دوري على الاقل الموسم ده يا كابتن طارق اللي جاي حلها مالها يا كابتن طارق. انا الفرق بيني وبين المنافس التقليدي 6 نقط، اجيبه انا في مباراتي ضده واكيد 1000000% مفيش فرقه تكسب كل ماتشات. صحيح. فانا الماتش يعني انا ما احطش نظره سوداويه وما سودش الدنيا على جماهير نادي الزمالك واسود الدنيا على لعيبتي واطلع هاجم لعيبتي، لا هو ده السكواد اللي عندي. مع نهايه الموسم مشكورين، هيجدد مش هيجدد، شكرا. ونادي الزمالك ما بيقفش على اي لعيب، وامثله كتيره جدا جدا جدا، ولكن ما ينفعش احط نظره سوداويه قدام الناس، ما ينفعش هاجم اللعيبه ليل نهار، ما ينفعش اقول ان الدنيا باظت. لا انا لسه عندي بطوله كاس السنه اللي فاتت، لسه عندي بطوله كاس السنه دي، لسه عندي بطوله دوري 2 كاس واحد دوري انا موجود فيها. فاحنا لو هنتكلم فنيا انا شايف مباراه بترو اتلتيكو ومباراه سجرادا مهمين جدا جدا جدا. الراجل يقف على طريقه اللعب ويقف على العناصر اللي تقدر تنفذ. زي ما قلت لحضرتك ممكن تتفرج على فيديوهات، ولكن اللعيبه نفسها مدى استجابتهم لطريقه اللعب ومدى استجابتهم للواجبات اللي انا بديها لهم في الخطه بتاعتي وفي البلان بتاعي، هل هيقدر ينفذ لي ولا لا؟ فمهمين جدا جدا مباراه سجرادا ومباراه بترو اتلتيكو، يعتبر مباريات وديه ولكن شبه رسمية أو رسمية شبه ودية بدون ضغوط. النهاردة هلاعب مثلا، كلنا شفنا مستر فيريرا بيلعب 4-3-3 لما جه في 2015 وكانت جديدة علينا. صحيح. تمام. النهاردة مدير الفني منتخب مصر بيلعبها، مدير الفني النادي الاهلي بيلعبها، مدير الفني بيراميدز بيلعبها. فانا النهارده كنادي الزمالك لما اجي اطبقها، ما انا لازم اطبقها في ماتشات ما اخسرش فيها نقط، مباريات وبطولات ما يبقاش فيها منافسه مباشره مع حد، خساره للنقط يبعدني عنهم. فانا شايف ان مباراه سجراده مهمه جدا جدا، ومباراه بترو اتلتيكو مهمه للوقوف على العناصر الاساسيه اللي تبقى موجوده مع الراجل وطريقه اللعب الصحيحه للنادي. طب انا بشوف على السوشيال ميديا اسلام اراء كتيره فنيه، تشكيل الفرقه والراجل لو لعب 4-3-3 هيعمل ايه، لو لعب 4-2-3-1 هيعمل ايه، لو هو بيلعب 4-3-3 شايف الاربعه اللي في الخط الظهري تقريبا معروفين يعني، والفراوده برضو تقريبا معروف، لكن الثلاثه اللي في نص الملعب عندنا مين يقدر يشتغل بوكس تو بوكس؟ لو انت لعبت 1-6 و2-8 مثلا، مين من اللعيبه يقدر مستر فيريرا يستفيد منه بشكل كبير في القصه؟ انا اول حاجه الزمالك بيمشي معاه ان هو يلعب اثنين على الدايره، ما يعني ثلاثة على الدايره ديت مش عمري ما شفت الزمالك بيلعب 4-2-3-1. هنحط اثنين على الدايره، امام عاشور ده ما فيش لا غنى عنه، هو الافضل دلوقتي. اذا كان طارق حامد خف وهيلعب اللقاءين القادمين دول، تمام. اكيد هيكون موجود مع الدايره. طارق حامد هيغطي النواحي الدفاعيه كان هذا دوره الطبيعي. وامام بيزيد، الامام اتظلم جدا يا كابتن الفتره اللي فاتت من اللعيبه، اهو انا مش بعمم مع الجميع، لا هو اتظلم لان اللي جنبه صحيح بالظبط كان يعني برضو الى حد ما، برغم ان روقي ادى اداء مش وحش ماتش الوداد، لكن برضو يبقى طارق هو افضل خط وسط في مصر يعني بالارقام وبالمعطيات. صحيح. فبالتالي امام عاشور اتظلم، الثلاثه اللي قدام احنا عارفينهم. انا بتمنى راحه بن شرقي الفتره الجايه وندي فرصه لاي حد يكون متواجد. اشرف بن شرقي مش مركز، كره الوداد كره ماتش الوداد الاخيره لما كان بيعمل فاول بيديها اللاعب الوداد. يا كابتن انا بحب المواجهه، انا بحب المواجهه. اشرف بن شرقي لو انا يا كابتن براء هقول لك وجهه نظري، بس مش عايزك تنفعل. لا من غير انفعال انا عارف انا بقول ايه. بص اقول لك والله هقول لك خد نفس. لا معلش انا بتكلم بلسان وانا مقدر انفعالك، بس والله إيه يعني العظيم. لا انا عارف بهدوء. اشرف بن شرقي احنا كنا ما زلنا بنحبه اهو، بلاش ان احنا كرهناه، ما زلنا بنحبه صديقه ولعيب عندنا اهو كامل الموسم. ولكن هسال سؤال، اشرف بن شرقي خد من الزمالك اكتر ولا ادى للزمالك اكتر؟ خد من الزمالك اكيد اكتر. خلاص يعني هو يعني حقه وصله، احنا اللي عايزين حقنا. اشرف بن شرقي كره ماتش الوداد الاخيره اللي عملها ديت وهو بيباص للاعب الوداد كان يعني كان بيفكر في ايه؟
انا بساله سؤال اهو، انا مشجع وبساله وبقول لحضرتك كنت يعني ايه اللي كان جاي في بالك ساعتها وانت بتبصلي لعب الوداد واحنا محتاجين فاول عشان نجيب جول؟ لا هو مش قصدي، بس هو مش قصدي، عارف ان هو مش قصدي، قل التركيز بس، قل التركيز، قل التركيز، ماتش زي ما انت لاعب دولي وانا منزل لاعب ناشئ بره الملعب، انا مش منزل لاعب ناشئ، انا منزل لاعب دولي بيلعب في منتخب محترم اسمه منتخب سود الاطلس المغربي، انا مش منزل لاعب ناشئ. الاخطاء دي تضيع ماتشات، طب ما انا ده اللي ضيعني يا كابتن. خطا، ما انا برده بتكلم على الونش، مش افضل مدافع وانا بحترم جدا وبحب الونش، طب ما برده ركله الجزاء خطا من الونش. احنا عايزين تركيز، احنا عايزين الناس تفكر في النادي، عايزين بنقول للعيبه اشتروا خاطر جمهور الزمالك زي ما احنا شايلين خاطركم، احنا صوتنا بيتنبح عشانكم. طب ما احنا يا كابتن في المنصات كلها ما احنا بندافع عنهم، هو انا عايز منه ايه من اللاعب؟ زي ما هو عايز مني الدعم انا عايز منه نتائج، وانا طالب منه المستحيل. يعني انا طالب من لاعب زملكاوي ايه؟ انا عايز منه نتائج وعايز منه جرينتا، عايز منه اصرار. لأول مرة في حياتي مناسبة انفعالي إن مع احترامي يكون آخر أمل ليا في الصعود على أرضي ووسط جماهيري وجماهير موجودة وأبقى أدائي بالشكل دوت وأخسر على أرضي. أقول لك على حاجة، ما هو برضو اللعيبة مش لوحدها، أنت بتتكلم على مدير فني. مدير فني مرة أنا قريب مرضوه. لا مسيبك من فريرة. أنت كارتيرون، ما ده كارتيرون طبعاً. أنا قريب من اللعيبة وعارف اللي بيحصل، بس في حاجات ما تنفعش تتقال. لكن الراجل بصراحة كان بيعمل حاجات غريبة. لا هو راجل بيخترع، بيحط عشان كده بقول لك يعني فبرضو اللعيبه مقصرين، بقولش لا، لكن برضه هناك نقطه مهمه جدا لا تخفلها، المدير الفني كان بيلعب في الفرقه بطريقه غريبه جدا صراحه. صح. طيب انا دلوقتي هو راح لحاله، بس انا ما لا انا بحب اتكلم عن مدرب، لكن يعني فعلا انا بقول واقع حقيقي لا حصل. كارتيرون في الفتره الاخيره كان بيزهق المسؤولين، كان عايز يمشي، ده كان باين، احنا مش هنضحك على بعض، كارتيرون كان عايز يمشي من الزمالك، وكارتيرون ما كانش مهتم باي حاجه، ولا حتى بطوله كاس الرابطه اللي اتعملت ما اهتمش بيها ولا اداها تقديرها. طيب. انا عايز اقول حاجه قبل ما اسمع احمد، انا اسف. كارتيرون لو كان عنده تقصير حتى لو فرضنا 90%، كابتن حضرتك كابتن كبير جدا وعارفه كوتش، اهميه المباريات بتيجي من مسؤوليه اللاعب قبل المدرب. انا لما اكون حتى المدرب عندي بيهري ومش مقتنع بافكاره داخل الملعب، انا اكون عندي رجوله وعندي احساس باللعيبه بالجماهير اللي موجوده بره. انا مش كل حاجه رميها على المدير الفني. انا مش كل حاجه، انا معاك في الجزئيه دي بالزبط. لكن زي ما في على اللاعب في على المدرب برضه، انا معاك في ده. يعني ما تجيبش عبد الله جمعه تطلعه باك رايت، لا ده كان وتقول لي ان عبد الله جمعه لازم يقدم، ما انت لازم هتهاجم عبد الله جمعه بالظبط كجمهور، ده فاهم؟ ما هو بيعمل حاجات غريبه برضه. لا باتريس كارترون كان بيخترع، انا معاك في دي. طبعا انا هتكلم عن 4 3 3 فنيا. انا شايف ان طريقه 4 3 3 دي بس انا عايز اسالك سؤال، عايزك سؤال، الاجنده الدوليه اللي موجوده دلوقتي بعد مباراه مصر والسنغال ذهابا وعودا، لا الزمالك وسجرادا، اوكي، في انضمام ل 5 ايام، 5 ايام، هل الفتره بقى بتاعت من 25 ل و29 هل كافيه المستر فيريرا ان هو يتعرف على اللعيبه؟ اتمنى يبقى فيها معسكر، خاصه ان لعيبه الزمالك كانت بتبقى في وقت من الاوقات عايزه حزم، عايزه ان انا اسيطر على المشاكل، اسيطر على اللعيبه، احط اللعيبه جوه الفرقه بشكل جيد. فانا اتمنى ان هي الخمس ايام دول على الاقل يبقى فيهم معسكر يقف على مستوى اللاعبين. زي ما قلت حضرتك برضو مباراه سجرادا ومباراه بتاعتكم مهمين فنيا جدا عشان اقف على طريقه اللعب وعلى اللاعبين اللي هيلعبوا معايا. انا بس عايز اتكلم سريعا عن 4 3 3 وفنيا، يمكن زي ما قلنا الاربعه بتوع الدفاع، انا بس هختلف معاهم في حاجه، ان انا مش هلعب بفتوح باك ليفت، انا هلعب بعبد الشافي او عبد الله جمعه باك ليفت مع الاثنين مساكين مع المسوسي او حازم امام، وهنلعب في نص الملعب بثلاث لعيبه، 6 صريح طارق حامد، على يمينه زيزو وعلى شماله احمد فتوح. ليه على يمينه زيزو وعلى شماله احمد فتوح؟ زيزو عنده قدرات عاليه جدا في ان هو يعمل السويتش مع الراجل اللي هيلعب قدامه ناحيه اليمين، فهو يخش لجوه سواء هيشوط او يحط له تاني. نفس الكلام لفتوح، عنده القدرات ان هو كده شيل امام عاشور خالص، لا هتدي له دور يعني يبقى بديل يعني او حتى ممكن نعمل او ممكن نعمل امام عاشور هنا يلعب في 8 على يمين طارق حامد ويلعب زيزو قدامه. فكره ان انا العب 4 3 3 ده يا كابتن طارق هي بتتيح ليا ان انا اطير الباكين، بمعنى ايه؟ ان انا الباكين بتوعي طايرين والاثنين بتوع نص الملعب ليهم ادوار، ما بين الادوار الدفاعيه في وقت طيران الباكين، وما بين الزياده في الثلث الهجومي والتكمله في الثلث الهجومي مع سواء الاسترايكر او الاثنين اللي بيلعبوا في الهافين، فهي فيها مرونه كبيره جدا سواء ما بين تاديه النواحي الهجوميه مع الفرق او في التغطيه على الاثنين باكين لما يطيروا. فانا شايف ان عندنا بعض العناصر اللي موجوده من الاسكواد ده تقدر انها تنفذها، خاصه ان هي بقت الطريقه المثلى لكل الانديه الموجوده في مصر بالاضافه الى منتخب مصر اللي بيلعب بيها. على ذكر منتخب مصر اسلام، شايف مباراتين السنغال ومصر والمواجهه المتوقعه ومرتقبه ما بين ساديو ماني ومحمد صلاح، ربنا يستر محمد صلاح يخف، لان النهارده يرجو الكلوب قالك ده عنده الام وبتاع في شده بيلعبنا عليه الراجل ده، هو بيحاول بس يامنه شويه، باذن الله راجع وباذن الله ان شاء الله هيكون مشارك ان شاء الله بامر الله، بدعاء كل الجماهير المصريه اهلاوي وزملكاوي كلنا نتحد
بامر الله هنصعد وبامر الله هنكسب. الموضوع مش صعب وفي نفس الوقت مش سهل. الاداء الفني للفرق الكبرى في مصر سواء بنتكلم عن الزمالك اهلي بيراميدز في شويه تخبط فني مش احسن حاجه، ولكن جنبها احنا واثقين بقى اللي انا بتكلم عليها كابتن طارق لما جه اقول لعيبه الزمالك والجرينتا احنا واثقين في الجرينتا مع المنتخب شيرت المنتخب والتحول اللعيبه دايما بيكون عندها دوافع واصرار ان هم يردوا كرامه كل جمهور اللي بيشجع ويحاولوا ان هم يفرحوه نصعد كاس عالم مره ثانيه. خسرنا من السنغال في نهائي كاس الامم الافريقيه مش عايزين نخسر منهم ثاني في ملحق صعود طبعا الموضوع هيبقى صعب، ولكن انا هنا براهن على الجرينتا اللي دايما في الكوره يا كابتن الجرينتا اهم الروح الفنيات. يعني الروح الروح اهم الفنيات مليون مره. اللاعب اللي يكون عنده اصرار عندك انديه ونضرب مثل صغير بانديه المغرب الوداد والرجاء الفرقه دي بتعاني ماديا على فكره بشكل كبير جدا، ولكن انا بشوفه عندهم روح غير طبيعيه في اللعيبه. اللعيبه بتحمل تيشيرت النادي بمنتهى الاصرار. لعيبه الوداد على فكره عقودها قليله، ثلاث ارباع الفرقه مشيت، فريق الرجاء مشي من عنده رحيمي ومشي من عنده نجوم الفريق. يا كابتن الاصرار والاراده، انا لما اكون عندي اراده ومصمم على حاجه اي حد بيصمم على حاجه بياخدها، اي حد بيصمم على اي حاجه بياخدها، ولكن لازم يكون في تصميم. فانا براهن بقى على التصميم في لعيبه منتخبنا الوطني وامر الله بامر الله هنكسب ونصعد ان شاء الله. احمد اخيرا انا شايف ان هي لا انا هتكلم برضو سريعا بوضوح بوضوح بواقعيه. مباراه صعبه جدا 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 وليست مستحيله. مباراه صعبه، مباراتين صعبين طبعًا. جدا جدا احنا واقعيين، احنا مش بنقول احلام ورديه ولا نظرة شاؤميه. مباراه صعبه جدا قدام خصم قوي زي السنغال سواء في الذهاب او العوده، خاصه ان احنا العناصر اللي عندنا الاساسيه لمنتخب مصر مستواها الحالي لا يبشر، ولكن تبقى زي ما هو قال اسلام ان روح اللعيبه المصريين والروح اللي عند اللعيبه والجرينتا اللي عند اللعيبه ان انا عايز ادافع عن منتخب بلدي وعن اسم بلدي. اتمنى ان شاء الله ان حتى لو خلصنا المباراه هنا 1-0 انا بشوف ان هي نتيجه ايجابيه، واروح هناك اشتغل نفس الشغل اللي انا كنت بشتغله في كاس الامم الافريقيه وان شاء الله نصعد لكاس العالم. مستوى الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه ما يقلقش كروش في الفتره دي؟ يقلق طبعا يقلق. اه طبعا أوه. الاهلي رغم ان هو كسب المريخ ولكن يعني هو النهارده كسب المريخ مبارك له طبعا مبروك النادي الاهلي مبروك طبعا، بس قبل كده كان صن داونز والزمالك وداد يعني الدنيا صعبه. حتى النهارده فوزوا على المريخ مش الاهلي برضه، وده النقد البناء يا كابتن. طب ما تبص على جمهور النادي الاهلي مش عاجبه برضه، في لعيبه مستواها برضه مش احسن حاجه. ولكن في النهايه ايه اللي حصل؟ هو تغلبوا على العوامل الفنيه في كسور فنيه بمنتهى يعني الصراحه. لسه في لعيبه محتاجه عندها احسن من كده، شريف لسه عنده احسن من كده، قفشه عنده احسن من كده، باقي التيم كان محمد الشناوي لسه ما رجعش برضه لفورمه الشناوي اللي احنا عارفينها. ده يقلق كروش طبعا من لعيب منتخب مصر، انا بتكلم الاسامي اللي انا قلتها دي لهم اصلا تشكيل منتخب مصر وقفشه يرجع منتخب مصر صحيح. فطبعا لما اتكلم عن محمد شريف واحنا بنطالب بوجوده مستواه مش قد كده الفتره الاخيره، ولكن في النهايه قدروا يكسبوا برضه بالجرينتا وده اللي احنا بنراهن عليه واثقين ان شاء الله بالصعود بامر الله. هو اتجه للمحترفين والمهاجمين المحترفين ان شاء الله. جاب كوكا ومصطفى اسلام علوي شرفتني ونورتني. ربنا يخليك كابتن طارق وتسعد طارق بحضرتك كده بحاول طبعا عشان بس النهارده يعني انا احساسي بالزمالك كبير يا كابتن والله الاكبر بالزمالك الكبير برضو زي انا عارف والله بس انا عشان اللعيبه بتحب النادي و كل الدعم يا كابتن ليهم لما في اللعيبه اللي معانا وفي راجل يعني في نادي الزمالك صاحب قرار بالظبط احنا واثقين فيه معانا النادي. ما هو اللي فتح الموضوع ده صاحب قرار. طب ما هو اللي فتح الموضوع ما تقلقش على الزمالك. لا انا مش قلقان دلوقتي ان شاء الله. انا دلوقتي احمد عباس شرفتني ونورتني كابتن مصر. انا اللي كنت سعيد مع حضرتك بشكرك شكرا جزيلا. حلقه من اجمل الحلقات اللي كانت ليا في القناه. ربنا يخليك حبيبك شرفتني ونورتوني. ربنا يخليك. بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. خلصت حلقتنا النهارده، غدا حلقه جديده من زملكاوي. خالص تحيات فريق الاعداد بالكامل، خالص تحياتي طارق يحيى. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا.